عندي ليه؟ الاقساط حقيقة يا باشا، والبنك ما بيرحمش. الله، انت متعسر انت كمان؟ متعسر؟ الحمد لله. متعسر. سي الجاب. مساء الجواف يا اخويا. مساء. محسوبك جضل صاحب الفرن اللي في اخر الحاره، وزي ما تقول ده انا اللي مربي رافع ونعم الترباح. الحل واقف يا باشا، هما مش هيشوفوا حل. انا انت متعسر انت كمان؟ جو جو يا باشا، عندي امساك ليا 3 ايام. مساء الفل. هو فين الفل ده يا باشا؟ اه صحيح مفيش فل. لا ولما انت مش شايف فل بتقول لي ليه مساء الفل؟ شايفها مزحزحه؟ شايفها مخدره؟ شايفها بتنطر؟ يا عم انا اسف ما كانتش كلمه. بقى جاي تقول لي انا مساء الفل ليه؟ شايفني رايق؟ شايفني مزقطط؟ مش شاكي عينه؟ الله بتحزم وبرقص. خلاص يا سيدي حقك عليا، وانا جبت سيره امك؟ انا بقول لك مساء الفل وكمان بتقولها في وشي. بلاش مساء الفل، مساء الزفت على دماغك ودماغ اللي جابك. يا رب طول ما انت ماشي في الشارع الناس كلها تقول لك مساء الفل، لغما تبقى عريان بلبوس معظم يجي لك عزرائيل ياخد روحك يقول لك مساء الفل، يطلعوك على جهنم تلاقي بعرور مستنيك هناك يغني لك مساء الفل. لا ده انت حسيتها بقى. اوعى على النبي، ده فرح عقبال عندك، وبعدين الباشا ضيف عندنا عشان خاطر اهدى. اهو اه ده نادي. اه مساء الفل. خلاص خلصت يا باشا، جابوا ترفق، ربنا يتقبله. اللي قدامك ده رئيس عمال قد الدنيا، كنت شغال عند الجدع الحرامي شيخ المنصر اللي اسمه محسن الداوي. اه قمت من نومي فجأة لقيتهم رافضيني انا ويجي 3000 عامل زي خرب بيوت يا باشا، شردونا يا باشا، اكلونا لحم ورمونا عظم. سبع عيال امهم بقرفهم اكلهم وشربهم ومدارسهم متعلقين في رقبت يا باشا. يوم يجي الجدع اللي اسمه محسن الداوي شردني انا انا وعيالي، عليا الطلاق بالتلاته نجيب ومطرح مكان. اول ما اشوفه بالاساسه دي اخترب دماغه. وانت هتجيبه منين دلوقتي؟ ده كلهم سافوا وراحوا لندن. والله لو كان في بط الحوت نجيبه. طب استاذن انا. تمشي ليه يا باشا؟ انت بتعصب ليه؟ عشان انا اسف يا باشا، اسف يعني رميت بلاها عليك من غير سابق معرفه. نتعرف بسعادتك. انا مؤنس الشنكحاوي. مصلح الزعبلاوي. الزعبلاوي؟ احسن ناس. انت ابن مين في الزعبله؟ انت تعرف الزعبله كلهم واحد واحد. امال دول حبايبي. انا ابن يعني عارف. تعرف عنتر الزعبلاوي؟ امال ده مربيني. اه ده عمتي. ايه عمتك؟ قصدي يعني واخد عمتي، مع عمتي من الزعبله برضو، عنتر وزعبله. يلا بينا. لا نوبك شباب، تعرفش مكان محسن هنداوي؟ اول ما هشوفه هعرف هو فين، حاجه اقول لك على طول. يا رافض والنبي ما انت ماشي. نسمع سلام لراجل الاعمال الكبير اللي شرفنا وحضر فرح النهارده. اهو 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 انا بقول نمشي احنا بقى ونسيب العرسان لوحديهم في ليله حلوه زي دي. ها صباح الخير. انا بقول برضو ما صحش نمشي ونسيب العرسان في ليله حلوه زي دي. اتفضل.
اقسم بالله انا شرعك يا محسن يا عداوي. لا مؤاخذه يعني يا باشا، ما عرفتكش بالعيله. ده الحاج شبانه ابويا. اهلا يا حاج. والحاج طبعا. اهلا يا حاج. ودي اختي. اهلا وسهلا. وده جوز اختي. ده جوز اختك؟ اه. شبه كابوريا. حضرتك والبنت دي بنت اختي. والواد ده بقى اشرف اخويا الصغير. اخوك؟ يا حاج. ربنا يزيد ويبارك كده ويتمم بألف خير. مش نسيب بقى العرسان يشوفوا مصلحتهم بدل ما احنا قاعدين كده على قلبهم؟ والله يا مدام زيارة سيادتك دي هتفضل محفورة في قلوبنا طول العمر. طب يلا بقى خد الحاجة واتكل على الله. اتفضل يا حاج. يلا ولاد يلا ولاد يلا. ايه هتفضل واقف كده على طول؟ اتفضل. اتفضل يلا بدرية. وانت مش هتتفضل برضه ولا ايه؟ ها؟ مش هشوف مصلحتك؟ يلا قول. وبقول لك ايه؟ ها؟ اه 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 وبعدين عرفنا و ها؟ يلا 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 يلا. واحنا مش هنشوف مصلحتنا برضه ولا ايه؟ طب احنا في ايه ولا في ايه بس؟ واحنا بنعمل حاجه غلط. احنا مش مخطوبين لبعض. يا مؤاخذة يا محسن بيه، اصل مش جاي لي نوم. لا السهر وحش علشانك، خش نام يا حاج. الفكره يا محسن بيه، اصل كنت عامل استبدال معاش وكانوا بيخصموا مني 15 جنيه كل شهر. جم الشهر ده ما ادونيش العلاوه. اه معلش، خد يا عم شبانه تعال. ملوش لزوم يا بيه. ازاي بقى؟ اسمع تعال خد. الحبايه الزرقاء. ايوه الحبايه الزرقاء. اه يبقى ادعي لي يا عم شبانه. بلاش دوشه بقى، احنا مش فاضيين لك، خلينا نروق. الراجل قرقش. كنا بنقول ايه بقى؟ ما تتلم بقى، الراجل اخد بيل. انا قلت يمكن تحبوا تشربوا شاي ولا حاجه. هو البيت ده ما حدش بينام فيه ولا ايه؟ اصل انا اخويا كنت داخله جمعيه عشان اتجوز رأفت وقبضتها الاول. ولما جه ميعاد قسط الجمعيه كان شطب على اللي ورايا واللي قدامي. والوليه بقى ام ميرفت بتاع الجمعيه. خد الصوت. خد يا حاج. ربنا يخليك وما يشحطط لك وليه ابدا. الحاج بيندى عليكي. حاضر. عايز صايه. عايز ايه؟ صايه. وانت هتتطير علينا؟ روح اتطير في الحمام اجري، ويلا عشان تنام عشان المدرسه الصبح. انا مش هروح المدرسه تاني. ليه؟ اصل ما دفعتش المصاريف، ولو رحت هيمشوني. ده احنا بنتقلب هنا. خد يا حبيبي. ايه ده؟ فياجرا؟ فياجرا. هات واحده. خد. لا 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 لا، ده مضر للبول. لا روح اعمل اللي انت عايز تعمله وخش نام. يلا يلا. طب هات المصاريف. خد يا حبيبي. يلا. التصيرة راحت، التصيرة راحت، التصيرة راحت، التصيرة راحت، التصيرة راحت، التصيرة راحت. يا ليل يا عيني، يا ليل يا ليل يا ليل يا حلو يا اللي غرامك في الفؤاد شبابيك. انا قلبي شافك وانشبك بيك، ولا فيش كويني غير بصك من الشبابيك. Hey!
فين ترخر؟ ده ايه الليله السودا المنيله ب60 نيله دي؟ مش عارف يا باشا، مش عارف ايه اللي حصل. موجة، خش البيت اللي جوه دي اقعدي معاه شوية عقبال ما اتكلم مع رافت كلمتين. حاضر. ايه اللي حصل؟ يا باشا انا كنت كويس. وفجأة اتعثرت. اتعثرت ليه انت راخر؟ يمكن يا باشا عشان اول مرة امسك ايديها. هو انت طول ال9 سنين خطوبة ما مسكتش ايديها؟ ما انا ما كانش ينفع امسك ايديها سيادتك، افرض مسكت ايديها وما حصلش نصيب يعني وما اتجوزناش، كنت اسيبها كده ممسوك ايديها تتلطم في الدنيا؟ فعلا صحيح، ما حدش يرضى يتجوز واحده ممسوك ايديها قبل كده. اسمع انت، سيبك من ايديها خالص، اعتبر ان ملهاش ايدين، الليله دي ليله الدخله مش ليله الايدين. يعني نسيبنا من ايدينا خالص؟ سيبكم من ايديكم، انتوا هتمشوا على السلك. سيبك من ايديها، هي ايدك انت هي اللي تبقى شغاله. يا هبله، ده جوزك حلالك. ما انا سبته يشوف شعري. يا سلام، يعني انت عايزه تفهميني 9 سنين ما مسكش ايدك، ما بسكيش، ما حضنكيش، ما فيش اي حاجه؟ انا لا والله عمري ابدا. جاتك خيبه، جاتك نيله يا هبله. ده عايز نقلع هدومي. هعمل كده فعلا يا باشا؟ اقعد بس اقعد، انت اتخضيت كده ليه؟ الله، وانا بغشك؟ بديك وصفه غلط؟ هو ما فيش غير كده. ايوه يا باشا، يعني بصوا احضن كده على طول. على طول ازاي؟ لازم نسخن الاول، ها؟ ندخلها في المود. تغمز لها بعينك، تلعب لها حواجبك، تضربها بايدك كده ضربه خفيفه على على اي حته يعني. انت مستلوح ليه كده؟ دخليه في المود، ضحكة مايسة. حركة سايعة، الإغراء مش عري، الإغراء بصة. أهم حاجة العري، بصات إيه؟ لازم تقلع ملط يا باشا. بس يعني ده مش حرام يا باشا؟ حرمت عليك يا عيشتك، إذا كنت أنا سخنت وأنا بتكلم. تعرفي ترقصي؟ أظن مفيش ست ما بتعرفش ترقص. أنا ما بعرفش أرقص. وأنا بقول لك اعملي له استعراض يا بنت أنتِ. شفتي روبي والعجلة؟ ليه داري كده؟ هو انا داري كده؟ طب هيفا وشاجي؟ ما شفتش الكلاب بتعمل ايه مع بعض في الشارع؟ اسمع، انا هخش انا وموجه في الاوضه، وانت هات هاني اقعد بره هنا، شكلك كده هتاخد وقت عقبال ما تفهم، ومعطر الاوضه على الفاضي، ها؟ بص اسمع، خد حبايه من دول، هتعمل معاك شغل، لو ما عملتش شغل ارمي عليها اليمين واخلص من الموال ده. ارمي اليمين على مين سيادتك؟ ارمي على موجه وبعت لي تهاني. هي ليله سودا. رأفت عايزاك. البيت ده عايز له مصنع في اجره. فكيها بقى. حاضر. انت ايه اللي جابك؟ انت مش قلت لي تعالى؟ انا قلت عايزه رأفت. رأفت، مساء الخير. مساء النور. ممكن تبطلوا بقى لعب العيال ده؟ تعالى. يعني ايه 1,200,000؟ ما يفضلش منهم ولا مليم. كنا عملنا الشركه المهببه دي ليه؟ يا مهجه هانم، احنا كان علينا فلوس كتير قوي، والمصانع كانت شبه متوقفه، والعمال كان بقالهم 6 شهور ما قبضوش، ده غير عموله البنك. طب والله احنا ما خدنا عمولتنا ولا حتى المصاريف. يا طبطب ودلع، يا يقول لنا اتغيرت عليه انا ازعل أولع، ما هو كل ده عايز نرضي التكة، فأنا بنكة التيتا تيتا تاتي. أنا كان مالي ومال الغلب ده؟ واحد متعسر ومديون، بدل ما تخلصوني منه تربطوني بيه. البيت ده بقى كله نكد، أنا ما بقتش طايق أعيش فيه. ما تسيبه يا أخي، وتغور في 60 داهية. ارفع قضية سب وقذف، شوف بتقول له غور في 60 داهية، اطلب تعويض كبير. يا هانم من فضلك اهدي شوية وبلاش توقعينا في الغلط، دي ناس عايزة تجيب فلوس بأي شكل. طيب طيب اسمع، أنا اللي حاسب لك البيت وهبيع لك النص بتاعي. وأنا شاري. إيدك بقى على 20 مليون وامشي دلوقتي.
طيب ما تاخدي انت النص بتاعي واديني 12 مليون. يا اخوانا الحل موجود. حد يجي يشيل الليله على بعضها، كل واحد فيكم ياخد حقه ويا دار ما دخلك شر. ده هو راجل اعمال بجد، عمره ما تعثر، البورصه تطلع تنزل تفلس هو ما يتاثرش. كل يوم الصبح يخش له كده على الريق 5 مليون. يا سلام. يعني في الثانيه 75 جنيه. في الثانيه 75 جنيه؟ يعني في الشويه اللي احنا اتكلمنا فيهم دول طلع له ب 600 هي مثلا تقريبا. السلام عليكم. اهلا 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 يا باشا. مهج هاني من النشار، دي فرصه سعيه. اهلا وسهلا. اه في العطسه دي عمل له ب 500 جنيه. محسن هنداوي. عطيات الانفوشي اخت عبد الحميد دي الصغيره. اهلا مدام فنكوشي، اهلا وسهلا. انتوا متجوزين؟ لا لا، احنا يا دوبك شركه في الفيلا بس. معقول انا بص لواحده زي دي؟ تعالى يا فندم تعالى افرجك على القصر. تعالى احنا نقعد هنا. اتفضلي اتفضلي يا هما عقبال ما تتفرجوا على القصر. على فكرة أنا بحب الأنفوش جدا، لما بروح اسكندرية ما بقعدش غير في الأنفوش. أنا لما بروح الأنفوشي بأنفش. دي أوضة، أوضة إيش حالة؟ ما كنتش هتجوز في أوضة. دي أوضة في بيتنا، هي أوضة في بيتكو؟ وبعدين أنا أبويا وأمي قفلوا البلكونة بتاعت المطبخ عشان يناموا فيها. هننام على البلاط بقى يا رفض؟ ما السرير موجود والمرتبة موجودة. طب ومولة السرير؟ يا سلام، جوازها هتبوظ عشان مولة السرير؟ وبعدين انا دافع المقدم بتاع المولة من 3 اشهر، وكل شوية ادفع عرافة تدفع عرافة، هو في حد فيكم بيدفع حاجة؟ الست مننا لما بتبقى وحيدة نفسها بتتسدى عن الدنيا خالص. وحيدة؟ وحيدة زي هانم؟ يا الرجالة عميت. اللي انت تقدر تشوفه يا عبد الحميد بيه غيرك ما يقدرش. واو، في ايه؟ عينيك يا عبد الحميد بيه لونهم يجنن، ما حصلش، ما كنتش واخدة بالي. عيني انا؟ ده ما حدش قالالي في حياتي. ده ابويا الله يرحمه لما كان ساعات يدلعني كان يقول لي يا معمص. ما قلتليش بقى انت عايزه تبيع الفيلا ليه؟ في حاجه؟ ما هو يعني انا لو كنت لقيت الراجل المناسب اللي يشاركني حياتي ما كنتش هفكر ابيعها. انا ما بيهمنيش شكل الراجل، انا اكتر حاجه تهمني في الراجل حنيته، ده اللي انا بفتقده، الحنان. يا لهوي، انا لو كنت لقيت الست اللي احس معاها بالامان انا ما كنتش بعت البيت ده. صدق بالله يا حاجه. لا اله الا الله. انا اتشددت ليكي من اول ما دخلتي باب الفيلا، عارفه وانت بتاخدي حقنه الانسولين حسيت ان السكر بيتدلدق من شفايفك، ولا وانت بتاخدي دواء الضغط، ضغط انا اللي علي احساسا بيكي، ولا دواء الحموضه وانت بتاخدي الفوار حسيت ان قلبي هو اللي بيفور. محسن بيه، ايه؟ ما تنساش ان اخويا عبد الحميد بيه هنا. انا مش شايف حد غيرك. طب ومهجه؟ مهجه ممكن مين؟ مالك أولاي؟ قولي بقى إيه رأيك في القصر، عجبك؟ عجبني، ودي عايزة كلام. وعجبتني صاحبة القصر. أمال إيه؟ أنا كنت فاكرك ملاك ملاك، أتاري حبك هلاك هلاك. عطيات، أنت بتعمل إيه يا راجل أنت؟ بعمل لها تنفس صناعي، اصل كنت بلعب سودوكو انا وهي ففيصت مني. وسخاتك دي تعملها بره البيت ده، ده بيت محترم. بقول لك ايه؟ اتكلمي في النص اللي يخصك، النص اللي يخصني انا اعمل فيه اللي انا عايزه، وبعدين انا مش هبيع بقى. عايزه تبيع انت احنا نشتري. انتوا مين انتوا؟ انا وقطعيته خطيبتي. مش كده قطعيته؟ قطعيته وخطيبتك من امتى عطيات؟ انت اتجننتي؟ اسمع يا عبد الحميد، دي حياتي الخاصة وما احبش حد يتدخل فيها ابدا. يا جماعة
يا جماعة صلوا على النبي. اللهم صل عليه. أنا مش شايف أي خلاف بينكم، أنتوا تقريبا متفقين. متفقين على إيه؟ على الدمج. على إيه؟ أنتوا لو عملتوا دمج بين شركاتكم هتبقوا أكبر قوة اقتصادية في البلد كلها. ولا إيه يا نبيب بيه؟ ها ها HMAA Group. عملتوا بدمج بين شركتكم وشركات عبد الحميد الأنفوشي وعطيات الأنفوشي في مشروع جواز كمان، يعني دمج اقتصادي على عائلي، وطلبتم قرض من بنك الفرار، وانت جاي لي دلوقتي عشان ازق لك القرض ده، مظبوط؟ انا رحت جبته من المدرسه اهو. انا مش هتكلم، بابا هو اللي هتكلم. يلا قول لي بابا انا قلت لك تقول له ايه واحنا جايين. ادي القرض لانكل يا داد. انت عيني كميل وامه. بابا هو اللي هيبقى ضامن القرض يا باشا. اجيب منين تاني يا تهاني؟ محدش راضي يسلفني، اعمل ايه يعني؟ اسرق؟ خلاص بقى خليني قاعده جنبك، شكلنا كده ولا هنعرف نتجوز ولا نتنيل في سنتنا. وانا اعمل ايه يا تهاني؟ اعمل ايه؟ انا داير زي الحمار في ساقيه، من هنا للتوك توك للكومباون. انا بقالي 9 سنين ما غفلتش، ارحميني. انا بنام وانا واقف يا تهاني. اعمل لي قهوه رافض. حاضر يا باشا. واخرتها يا رافض؟ اخرتها ولع في نفسي عشان اخلص من العيشه واللي عايشينها. انا اللي تهت لما انت مش قد انك تحب وتتجوز، كنت بتقعدني جنبك. بقول لك يا تهاني انا مش ناقص ولا انا ناقصه يا اخي. انا كرهت عشتي بسببك. 9 سنين 9 سنين مرمية جنبك ومستنياك، كل يوم تقول بكرة نخلص، بعده نخلص، وما بنخلص. كفاية بقى، كفاية قوي لحد كده. زعلتها ليه يا رأفت؟ مش انا اللي زعلتها يا باشا، انت اللي زعلتها. انا يا ابني قربت لها ولا جيت ناحيتها؟ انتوا اللي عملتوا فينا كده يا باشا. الفلوس اللي انتوا غرقانين فيها دي فلوسنا احنا، نشفتوها يا باشا، مصمصتوها. أنا كنت بحبك يا باشا، والله كنت بحبك، بس لما عشرتك عرفتك على حقيقتك. أنت واللي زيك السبب في اللي إحنا فيه ده يا باشا. المية جنيه اللي أنت مضيل عليها إيه؟ مش عايزها يا باشا، مش عايزها.
تهرب من الكمين؟ هربان من قضايا يالا؟ فين بطاطا؟ باشا قضايا ايه يا باشا؟ انا كله في السليم، انا نازل اكل عيش يا باشا. ولما انت بتاكل عيش بتهرب ليه يا روح امك؟ فين الرخص والورق يالا؟ يا باشا ما انت عارفين ان لا ليه رخص ولا ليه ورق يا باشا. طب نجرع البوكس، خد التوكتوك ده في العربيه. ما حدش يبقى ايده على التوكتوك، اللي عامل ايده عليها صيح أنا رأيي إن إحنا نعمل أول وأكبر وأضخم شركة استثمار عقاري في الشرق الأوسط. خد بالك يا حاج عبد الحميد؟ ها طبعًا، بس يا إخوانا وإحنا فرحانين كده بالدمج مش عايزين ننسى الأكل. الأكل يبرد ولا إيه يا موة؟ موة الكابوريا المخلية دي بقى مزاجة عندي عطت، عايزك لما نتجوز ما تتقطعش من البيت. ها وانا هخليها لك بايديا يا ميسو. بايديك اه بايديك نيني ودي ودي بيدي بيدي هم 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 يا جامل. فتفتيها له بقك واديها له عشان سنانه. ها اعملي حسابك شهر العسل هنقضيه كله في كأن على اليخت بتاعي يا روحي. احنا من هنا على لبنان على طول، ننزل بالطياره على مستشفى. انا دكاتره التجميل هناك قالوا لي ممكن يحطوا لك وش غير الوش ده خالص. كل مصري ينادي انا ميل كل بلادي، قلبي يميني فؤادي، روحي فداء اوطاني. يا جمالك يا دلالك، انا نفسي اشعر بحنانك. تحترم نفسك يا اخي وتقعد بادبك. ترضى ان انا اعمل في اختك كده؟ ليه لا؟ انا بقى مرضاش، والبيت ده بيت محترم. انت مالكش غير نص البيت بس. انا النص بتاع نص محترم، انت ليك النص اللي فوق وانا ليا النص اللي تحت، وكل واحد يلم نفسه بقى بصراحه. نعم نعم، وعبد الحميد ماله؟ ما اللي معاه هي اللي تلم نفسها بس يا وليه يا شرشوح. انت احنا اللي نلم نفسينا. يلا بينا اعطيات. استنى بس، رايح فين؟ رايح فين ده؟ ده انا قعدت طقطقت، انا اللي غلطان يا بارع. انت ما هو الشغل لازم يبقى فيه طقطقه. انا اللي غلطان. بس عشان نتحاسب العمليه ما تجيش كده اصلا. عشان انا حطيت ايدي في ايد واحد زي ده. استنى يا عبد الحميد، استنى بس، هو في شغل من غير طقطقه؟ مساء الخير يا ابو حسين بيه. خير يا سياده اللواء؟ انتوا مش خدتوا القصر والشركات وكل حاجه؟ عايزين مني ايه تاني؟ انا مش جاي عشانك يا محسن بيه، انا جاي لعبد الحميد الانفوشي والست عطيات اخته. ايه طلعوا متعسرين هم كمان؟ لا انا سبت الاموال العامه من الحركه اللي فاتت. امال فين دلوقتي سيادتك؟ مباحث المخدرات. مخدرات. وانا اقول اشمعنى انتوا اللي مش متعسرين في البلد دي؟ مخدرات. يلا حبيبي قطعيته. نعم يا حبيبي. يلا يا بنت الكلب من هنا. يلا تاني. ابو سيدك ابو سيدك انك تسعد، لو رفضت ما اطلعش انا مش هسامح نفسي ابدا. والنبي يا بينا، والنبي انا ماليش غيره في الدنيا. رافض اللي شغال عند موجه النشار اتحبس وخدوا التوك توك بتاعه، وانت جاي لي دلوقتي عشان نخرجه، مظبوط؟
ويا ريت تطلعوا لنا التوك توك يا باشا، دوت غلبان. حاضر يا سيدي، الواد والتوك توك. ربنا يخلي لك بوبوس ولا يحرمك منه. هو اصلي كان في حاجه كده يعني. مبروك مؤدبا. موجه النشار بني ادمه هايله وكويسه ومحترمه، بس الله بقى وشها يبقى كويس عليك. حاكم انت عارف استدي اصلها قدام، وطبعا انت عايز توافق اوضاعك دلوقتي انت وهي وتجدول من الاول. وغلاوه بوبوس عندك لا تديني اخر فرصه. انا المره دي هشتغل بجد. مسا الحلاوه. مسا الحلاوه. مسا الحلاوه. مسا الحلاوه. سيادتك لا مؤاخذه مش عايز سواق؟ هو حضرتك بتشتغل سواق؟ اه سيادتك انا عندي تاكسي. طب عندك تاكسي وعايز تشتغل عندي ليه؟ لاقساط حرقه يا باشا، والبنك ما بيرحمش. الله، انت متعسر انت كمان؟ متعسر؟ الحمد لله. متعسر. مساء الجاب. مساء الجواب يا اخويا المسلم. محسوبك جدل صاحب الفرن اللي في اخر الحاره، وزي ما تقول ده انا اللي مربي رافع. ونعم التربيه يا الحلو واقف كده يا باشا، هما مش هيشوفوا حل. الله، انت متعسر انت كمان؟ قوة قوة يا باشا، عندي امساك ليا ثلاث ايام. مساء الفل. هو فين الفل ده يا باشا؟ اه صحيح مفيش فل. لا ولما انت مش شايف فل بتقول لي ليه مساء الفل؟ شايفها مزحزحه؟ شايفها مخدره؟ شايفها بتنطر؟ يا عم انا اسف ما جريتش كلمه. بقى جاي تقول لي انا مساء الفل؟ شايفني رايق؟ شايفني مزقطط؟ مش شاكي عينه؟ الله بتحزم وبرقص. خلاص يا سيدي حقك عليا، وانا جبت سيرة امك؟ انا بقول لك مساء الفل وكمان بتقولها في وشي. بلاش مساء الفل، مساء الزفت على دماغك ودماغ اللي جابك. يا رب طول ما انت ماشي في الشارع الناس كلها تقول لك مساء الفل، لغايه ما تبقى عريان بلبوص معضم يجي لك عزرائيل ياخد روحك يقول لك مساء الفل، يطلعوك على جهنم تلاقي بعرور مستنيك هناك يغني لك مساء الفل. لا ده انت حسد بقى. اوعى على النبي، ده فرح عقبال عندك، وبعدين الباشا ضيف عندنا عشان خاطر اهدى. اهو اهدى يا راجل. مساء الفل. خلاص خلصت يا باشا، جابوا ترفع، ربنا يتقبله. اللي قدامك ده رئيس عمال قد الدنيا، كنت شغال عند الجدع الحرامي شكل منصر اللي اسمه محسن الداوي. قمت من نومي فجأة لقيتهم رافضيني انا ويجي 3000 عامل زي خرب بيوت يا باشا، شردونا يا باشا، اكلونا لحم ورمونا عظم. سبع عيال امهم بقرفهم اكلهم وشربهم ومدارسهم حيين في رقبت يا باشا. يوم يجي الجدع اللي اسمه محسن الهنداوي شردني انا وعيالي، عليا الطلاق بالثلاثه اللي اجيبه مطرح مكان. اول ما اشوفه بالاساسه دي اخربوا دماغه. هتجيبه منين دلوقتي؟ ده كلهم سافوا وراحوا لندن. والله لو كان في بطن الحوت لاجيبه. طب استاذن انا. تمشي ليه يا باشا؟ انت بتعصب ليه؟ انا اسف يا باشا، اسف يعني رميت بلاها عليك من غير سابق معرفه. نتعرف بسعادتك. انا مؤنس الشنكحاوي. مصلح الزعبلاوي. الزعبلاوي؟ احسن ناس. انت ابن مين في الزعبله؟ انت تعرف الزعبله كلهم واحد واحد. امال دول حبايبي. انا ابن يعني عارف. تعرف عنتر الزعبلاوي؟ امال ده مربيني. اهو ده عمتي. ايه عمتك؟ قصدي يعني واخد عمتي، مع عمتي من الزعبله برضو، عنتر وزعبله. يلا بينا. يومك شغال. تعرفش مكان محسن هنداوي؟ اول ما هشوفه هعرف هو فين، حاجه اقول لك على طول. يا رافض والنبي ما انت ماشي. نسمع سلام لراجل الاعمال الكبير اللي شرفنا وحضر فرح النهارده. اهو 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 اشتركوا.
الامضه دي؟ ده نبش فراخ. ايه نبش فراخ دي؟ انت بتتريق على امضه الحكومه؟ لا 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 ما اقصدش يعني. على فين؟ همشي. ودي تيجي. قال لي انت رجعت في كلامك ولا ايه؟ افرض انك انت خدت المبلغ وما وديتش التقرير. خلاص احلف لك. لا 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 لا, لا تحلف لي ولا احلف لك. ما هو مش معقول كمان تيجي معايا. لا في حل تاني. ايه هو؟ اقول لك. تسجل لي هنا اعتراف تقول فيه أنا الضابط فلان الفلاني، أقر وأعترف إني خدت من فايق بيه عايش مبلغ 150,000 جنيه رشوة. طب وليه كده؟ أضمن حقي. إنما ما تخافش، أنا مش حظهره اللي إذا خنتني. ما بلاش، ده شرطي الأساسي. أمري لله. أنا حسنين البرتوشي أهدي تحياتي إلى 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 أقربي في خربتها بحيرة. إيه؟ وإلى أمي وإلى إخواتي. إيه اللي أنت بتقوله ده؟ أنا الضابط حسنين البرتوشي أقر وأعترف إنني أخذت من فايق بيه عايش مبلغ وقدره 150,000 جنيه رشوة، وهذه اعتراف مني بذلك. على فين؟ همشي. والتقرير؟ تودي التقرير دلوقتي حالا. السلام عليكم. الله. مديرية الأمن وحياتي. ممكن اشيل الشنطة دي عندك 5 دقايق وحياة ابوك. ايه؟ يا فلله. تشكر يا اخوي. سلام. عايزني؟ انت مش قلت اخر مره انك مش بتاع جواز والكلام اللي انت قلته ده؟ انسى اللي فات، انا كنت بعمل ده لمصلحتك. احنا بعد الجواز هنسافر اي بلد، الاسماعيليه، السويس، بورسعيد، وهفتح محل اجهزه كهربائيه ونعيش نعيش عادي. انا مش فاهمه حاجه. مش مهم تفهمي، المهم تعرفي انني لما قلت لك ان انا مش بتاع جواز كنت بحبك، ولما بقول لك دلوقتي نتجوز برضه عشان بحبك. ايه ده بقى؟ ده خشبه حبشي. انت خشبه عمري. انا خشبه؟ بلاش، ما تزعليش، انت عصاية، انت زعزوعة عمري. انا زعزوعة. هو كده اضحك يا شيخة، منعول ابو الدنيا، لابو المغفلين. ولا اقول لك بلاش نشتم المغفلين، احسن دول اصحاب فضل علينا. ايه يا عيلة؟ ده حسنين يا بابا، اتفضل. حسنين؟ انتوا مش كنتوا عليك نكتب الكتاب ونعمل الفرح انت يا عم؟ لا بقى، انا مش فاهم حاجة، مش مهم تفهم،
نعمل الفرح وبعدين يبقى قفله. انا اسدكم دلوقتي هخلص شويه متعلقات واجيلكم على طول. انت مش هتاكل معانا؟ يلا هناكل، يلا هناكل يا عيني، احنا هناكل واحد ظبط واحد مسطول على النص يا بيقزقز بومب. واحد مسطول روح بيتهم بالليل قوي بعد يخبط على الباب ربع ساعه طخ طخ، مراته تقول له مين، هو من بره. شريفه بس عاوزه توضيح. توضيح يا بعدين. واحد السلام عليكم. وعليكم. متجمعين عند النبي، ولو ان اللي زيكم ما يتجمعوش الا في جهنم. الله 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 الله، ايه الدخل دي؟ انا جاي اقول لكم اشوف وشكم بخير، قصدي يعني ده هي اللي تورينا وشوشكم بعد كده. ما تقف عوج وتتكلم عادي. لا لا انت تخرس خالص، تخرس خالص يا غبي. انا جاي اقول لكم انا ماشي، مش هشتغل معاكم تاني. تاني هترجع تقول الكلام ده؟ المره دي تبقى نصوحه هاموش، واحسكم عينكم اشوف حد فيكم في اي حته، ونفسي دلوقتي حد يبربش لي بس بعينيه. ده انت طايح قوي 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 يا غبي، واي كلب فيكم هيتعرض لي هقطع خبره. الواد ده لازم يترن عليه. انت ما تقدرش يا هاموش الكلب. لا هقدر. ما تقدرش. خلاص يا معنانا، خلاص. عايز يمشي ما تغصبش عليه. تعجبني يا غبي. ايوه بقى، التهية هي اللي قفلت معايا. السلام عليكم، ولو ان اللي زيكم ما يستاهلوش السلام، عشان انتوا كلاب. انا كلب؟ يا خساره، النموذج اللي انا عملته باظ. نفسي اقابل حد فيكم ولو صدفه هقطع خبره. جاكوا ده الميه لما تتجقر تحت منكم. ايه يا جدعان؟ هنسيبه كده يمشي؟ اجري وراه يا عزيز اطهره، ما تخلوش غيبه عن عينك. جري. امرك يا معلمه. الواد ده اكيد لقاله سي 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 تانية. ولو قفلنا عليه سي 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 تانية هيرجع لنا زي الكلب ورجليه فوق رقبته. ايه هي السكه التانية بقى؟ انا هقول لكم عليها. والواد ده مش هسي سي سي سيبه، وانا اللي هقطره. يكون في حلمكم. الواد ده اذا ما رجعش لازم نخلص عليه، لازم نقتله. نقتله؟ طبعا، لان لو ما عملناش كده الكل هيقلدوا بعد ما علمناهم. ويمشوا ونشحت احنا. فعلا لازم نحافظ على مملكه الشحاتين. اي مملكه لازم تحارب وتقتل في سبيل بقائها. او انا في سبيل بقائها. يا مسقف انت، على النعمه انت خساره فينا يا جدع. يكون في علمك يا استاذ جمعه، لازم تحضر لنا واحد تاني، لان المكان ده سوق. الظاهر كده بيه، يعني ما اكتفوش بتقرير صاحبنا الاولاني؟ ضروري يا بيه، بعد كل اللي دفعناه يبعتوا واحد تاني يراقبنا. عارف بتاعنا يا بيه. راجل ايه؟ انت مين؟ انا اسم النبي حرصك وصاينك، انا اللي ضحكت انت عليه، احنا اللي ربينا وكبرنا وصرفنا وانت جاي هتجهز عيك. طقطقها.
تقطف ايه؟ تقطف انا مش فاهم حاجه. عايز تقطف احلى ظهر عندنا في حياتنا يا بيه، اغلى راجل عندنا عايش في الهفوة بيه. يا تتكلم بوضوح يا اتفضل اطلع بره. بره مين؟ بره مين يا بيه؟ انا بقى بره مين يا بيه؟ سيبه يا حامد. سيبه يا حامد. ايه يا بيه؟ يا بيه انت خدت الشحات بتاعنا مننا ليه يا بيه؟ يعني ما لقيتش الا هو. شحات مين يا جدع انت؟ حساسه سنين يا بيه اللي كان بيقف دايما قدام اللوكانده. الشحات الشيك ولا مؤاخذه؟ انا مش فاهم انت بتتكلم على ايه يا بيه. بلاش نلف وندور على بعض وشغل حوريني يا طيطة. انا شايف كل حاجه بنفسي يا بيه. الراجل اللي ربناه واتقناه وعلمناه وخليناه احلى شحات عندنا تيجي انت تاخده مننا سفلا. انت عايز تقول ان الراجل اللي كان واقف تحت ده بيشتغل شحات عندكم؟ ايوه بيه. طب واللي واقف دلوقتي ده ايه؟ زهرات سكرتة موقفينه بدل حساسة سنين. بس حساسة سنين استاذ يا استاذ. وانتوا بتشغلوه بصفاتكم ايه؟ احكيله يا اخي احكيله يا حامد. انا هقول لك كل حاجة سعادة البيه. انا عايز فرح يا عمي عمر الحته دي ما شافته. وايه اللي لازمتها بس المصاريف دي يا ابني؟ لازمتها ايه المصاريف دي؟ ليله واحده في العمر يا عم. ايوه النبي يا ابني عندك حق. مش كده؟ دي ليله واحده في العمر. ليله واحده في العمر ايه يا ماما؟ فلوس هتصرف ملهاش اي لزوم. يا بنتي يا بنتي لازم نعمل فرح يليق بمقام اسم الله عليه. واسم الله عليه مش هكسفه. ايوه يا ابني فرح يليق بمركزك. حلوه مركزك دي. يا نهار ازرق لو كانت عرشيت مركزي الحقيقي. الحمد لله ربنا ستر. انا خايف يا سعاده البيه لاكون مساله الشحاتين دي مقلب مدبره البوليس. ما افتكرش. على كل حال احنا هنشتري مش هنبيع. كل حاجه هتبان. بس لو كان ده حقيقي يبقى الواد ده اداني مقلب ما خدتوش في حياتي. ما هو مش معقول يكون كل ده اوانطة. اه اهلا يا سعادة البيه. اهلا. اتفضل يا بيه. اتفضل بيتك ومطرحك. اتفضل انت الاول. اهلا وسهلا. حامد انا هنا يا سعادة. هنا مين؟ هنا مين يا جدع؟ خش برضه. لا انا استنى هنا. اهلا يا بيه. اتفضل. اهلا بتعمل ايه هنا يا فندم انت؟ انا مستني سعاده البيت. بمين وبتاع مين؟ احنا ما عندناش هنا بهوات. انا عندي بيه جوه عندكم. اخينا ده اداني مقلب جامد وضحك عليا. يا بنت ضحك عليك. احنا ادانا خبور يعني احنا الاثنين اصحاب مصلحة واحدة. على كل حال يا بيه احنا ناويين نخلص عليه. وفرح وبكرة. وبيقولوا عامل فرح انتك فرح ما حصلش في مصر لسه. بفلوسي. بفلوسك. وشاط منك كتير يا بيه. 150,000 جنيه. 150,000 جنيه. 50,000. لو جبتهم لي هديكوا 50,000 جنيه. احنا جاهزين يا بيه. اجهزوا بكره يا ولاد. احنا عايزين نطربق الفرح فوق دماغه. نهايتك على ايدينا يا حسنين الكلب. مبروك يا جميل. الله يخليك يا خليل يا امير. اسكت تقول لنا عشان نيجي نفرح معاك. تفرحوا بفلوسي مش كده؟ عمل لي ضابط بوليس يا حرامي. العيب يا بيه كده ما صح. اخرس. لا عيب عيب يا بيه ما تقولش عليه حرامي مش كده؟ اه براجل. الجو هادي الظاهر. انا بقول نمشي احنا بقى ونسيب العرسان لوحديهم في ليله حلوه زي دي. ها صباح الخير. انا بقول برضه ما يصحش نمشي ونسيب العرسان في ليله حلوه زي دي. اتفضل. اقسم بالله انا شرعك يا محسن يا عداوي. ده
مؤاخذه يعني يا باشا ما عرفتكش بالعيله. ده الحاج شبانه ابويا. اهلا يا حاج. والحاج طبعا. اهلا يا حاج. ودي اختي. اهلا وسهلا. وده جوز اختي. ده جوز اختك؟ شبه كابوريا. حضرتك والبنت دي بنت اختي. والواد ده بقى اشرف اخويا الصغير. اخوك؟ يا حاج. ربنا يزيد ويبارك كده ويتمم بألف خير. مش نسيب بقى العرسان يشوفوا مصلحتهم بدل ما احنا قاعدين كده على قلبهم؟ والله يا مدام زيارة سيادتك دي هتفضل محفورة في قلوبنا طول العمر. طب يلا بقى خد الحاجة واتكل على الله. اتفضل يا حاج. يلا يا ولاد يلا يا ولاد يلا. ايه هتفضل واقف كده على طول؟ اتفضل. اتفضل يلا بدرية. وانت مش هتتفضل برضه ولا ايه؟ مش هشوف مصلحتك؟ يلا قول. وبقول لك ايه؟ ها؟ وبعدين عارف لو يلا 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 يلا. واحنا مش هنشوف مصلحتنا برضه ولا ايه؟ طب احنا في ايه ولا في ايه بس؟ واحنا بنعمل حاجه غلط. احنا مش مخطوبين لبعض. يا مؤاخذه يا محسن بيه، اصل مش جاي لي نوم. لا السهر وحش علشانك، خش نام يا حاج. الفكره يا محسن بيه، اصل كنت عامل استبدال معاش وكانوا بيخصموا مني 15 جنيه كل شهر. جم الشهر ده ما ادونيش العلاوة. معلش خد يا عم شبانة تعال. ملوش لزوم يا بيه. ازاي بقى؟ اسمع تعال خد. الحباية الزرقاء. ايوة الحباية الزرقاء. يبقى ادعي لي يا عم شبانة. ملاش دوشة بقى، احنا مش فاضيين لك، خليها نروق. الراجل قرقش ال كنا بنقول ايه بقى؟ ما تتلم بقى، الراجل اخد بيل. انا قلت يمكن تحبوا تشربوا شاي ولا حاجه. هو البيت ده ما حدش بينام فيه ولا ايه؟ اصل انا اخويا كنت داخله جمعيه عشان اتجوز رأفت وقبضتها الاول. ولما جه ميعاد قسط الجمعيه كان شطب على اللي ورايا واللي قدامي. والوليه بقى ام ميرفت بتاع الجمعيه. خد الصوت. خد يا حاج. ربنا يخليك وما يشحطط لك وليه ابدا. الحاج بيندى عليكي. حاضر. عايز صايه. عايز ايه؟ صايه. وانت هتتطير علينا؟ روح اتطير في الحمام اجري ويلا عشان تنام عشان المدرسه الصبح. انا مش هروح المدرسه تاني. ليه؟ اصل ما دفعتش المصاريف ولو رحت هيمشوني. ده احنا بنتقلب هنا. خد يا حبيبي. ايه ده؟ فياجرا؟ فياجرا. هات واحده. خد. لا 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 لا، ده مضر للبول. لا روح اعمل اللي انت عايز تعمله وخش نام. يلا يلا. طب هات المصاريف. خد يا حبيبي. يلا. التصيرة راحت، التصيرة راحت، التصيرة راحت، التصيرة راحت، التصيرة راحت، التصيرة راحت. يا ليلي يا عيني يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا حلو يا اللي غرامك في الفؤاد شبابيك. انا قلبي شافك وانشبك بيك ولا فيش كويني غير بصك من الشبابيك. فين تراخر؟
ده ايه الليله السودا المنيله ب 60 نيله دي؟ مش عارف يا باشا، مش عارف ايه اللي حصل. موجة، خش البيت اللي جوه دي اقعدي معاها شوية عقبال ما اتكلم مع رافت كلمتين. حاضر. ايه اللي حصل؟ يا باشا انا كنت كويس. وفجأة اتعثرت. اتعثرت ليه انت راخر؟ يمكن يا باشا عشان أول مرة أمسك إيديها. هو أنت طول التسع سنين خطوبة ما مسكتش إيديها؟ ما أنا ما كانش ينفع أمسك إيديها سيادتك، افرض مسكت إيديها وما حصلش نصيب يعني وما اتجوزناش، كنت أسيبها كده ممسوك إيديها تتلطم في الدنيا؟ آه فعلا صحيح، ما حدش يرضى يتجوز واحدة ممسوك إيديها قبل كده. اسمع، أنت سيبك من إيديها خالص، اعتبر إن ملهاش إيدين، الليلة دي ليلة الدخلة مش ليلة الإيدين. يعني نسيبنا من إيدينا خالص؟ سيبكم من إيديكم، أنتوا هتمشوا على السلك. سيبك من إيديها، هي إيدك أنت هي اللي تبقى شغالة. يا هبلة، ده جوزك حلالك. ما أنا سبته يشوف شعري. يا سلام، يعني أنت عايزة تفهميني تسع سنين ما مسكش إيدك، ما بسكيش، ما حضنكيش، ما فيش أي حاجة؟ أنا لا والله عمري أبدا. جاتك خيبة، جاتك نيلة يا هبلة. عايزني اقلع هدومي. هعمل كده فعلا يا باشا؟ اقعد بس اقعد، انت اتخضيت كده ليه؟ وانا بغشك؟ بديك وصفه غلط؟ هو ما فيش غير كده. ايوه يا باشا، يعني بص واحضن كده على طول. على طول ازاي؟ لازم نسخن الاول، ها؟ ندخلها في المود. تغمز لها بعينك، تلعب لها حواجبك، تضربها بايدك كده ضربه خفيفه على على اي حته يعني. انت مسلوح ليه كده؟ دخليه في المود، ضحكه مايسه. حركه سايعه، الاغراء مش عري، الاغراء بصه. اهم حاجه العري، بصات ايه؟ لازم تقلع ملط يا باشا. بس يعني ده مش حرامه يا باشا؟ حرمت عليك يا عيشتك، اذا كنت انا سخنت وانا بتكلم. تعرفي ترقصي؟ اظن مفيش ست ما بتعرفش ترقص. انا ما بعرفش ارقص. وانا بقول لك اعملي له استعراض يا بنت انت. طب شفتي روبي والعجله؟ ليه ليه داري كده؟ هو انا داري كده؟ طب هيفا وشاجي؟ ما شفتش الكلاب بتعمل ايه مع بعض في الشارع؟ اسمع، انا هخش انا وموجه في الاوضه، وانت هات هاني اقعد بره هنا، شكلك كده هتاخد وقت عقبال ما تفهم ومعطر الاوضه على الفاضي. ها بص، اسمع، خد حبايه من دول هتعمل معاك شغل، لو ما عملتش شغل ارمي عليها اليمين واخلص من الموال ده. ارمي اليمين على مين سيادتك؟ ارمي على موجة وبعت لي تهاني، هي ليلة سودة. رأفت عايزاك. البيت ده عايز له مصنع فيه أجر. فكيها بقى. حاضر. ده ايه اللي جابك؟ انت مش قلت لي تعالى؟ انا قلت عايزه رأفت. رأفت، مساء الخير. مساء النور. ممكن تبطلوا بقى لعب العيال ده؟ تعالى نام جنب مراتك. انت رايح فين؟ مش بتقولي تعالى نام جنب مراته؟ بقول لك ايه، زي ما فهمت. حاضر، يلا يلا يلا. هو تاخد الشريط كله، خد حبايه واحده، لو خدت الشريط كله هتجيب عيال دلوقتي. ها؟ وبعدين يعني شويه لعب في الاول. ايد بطاله وايد شغاله يعني. مش خد بالك تهاني؟ بصي بصي يا حبيبتي، انت كلي كلي، انت كشي لو انتوا الاثنين يعني، هي تعمل لك كده انت تعمل لها كده انت. خد بالك انت كده انت كده ريري انت كده. تعمل ايه؟ سخنة سخنة قوي. كله تمام دلوقتي وكله ايه؟ قصة يعني. ايوه يا باشا، ابن حلال مصفي، انا في بقى تاتا. وبتحضر فرح رأفت على تهاني؟ وما تقدرش تنزل عشان في ضرب نار تحت، بس ما تقلقش الحكايه دي هتنتهي دلوقتي حالا. اصل انا كنت عايزك في موضوع كده
خمس دقايق مش اكتر. حاضر يا باشا. حاضر. خلاص الدولة هتخلص كل حاجة تحت واحنا ايه نروح بقى. واحد يا جناوي نعيدك على ايدي تعالى. انت قلت لها ايه؟ انا ما قلتش كده خالص. هي دماغتهم بقت عامله كده ليه؟ ضربة الهزاوي مش عزيمك يا هزاوي، مش عزيمك يا هزاوي، اقسم بالله ما عزيمك يا هزاوي. بتتعامل بالحكومة خليها تنفعك. اوعى، مش عزيمك يا هزاوي. خلاص يا ولي، خلاص يا وليا، كفاية كده قوي. احنا كنا فين ده كده رضا قوي. عايزك تسمعي المنطقة ان احنا جامدين قوي. ماشي يا محسن يا هداوي، ماشي يا محسن يا هداوي، ماشي يا محسن يا هداوي. مساء الفل. مفيش فل، مفيش فل، مش هسيبك، مش هسيبك يا محسن يا هداوي. خير يا باشا؟ أول مرة أدخل على سعادتك لا تقولي بفكر في إيه ولا جاي ليه. حسك في الدنيا يا باشا؟ لأن المرة دي أنا اللي عايزك يا محسن بيه. خير يا باشا؟ أقعد. أولاً أحب أبشرك بإن كل الطلبات اللي أنت طلبتها مني المرة اللي فاتت بتتنفس وبمنتهى السرعة. ربنا يخليك لينا يا باشا ويخلينا بوبس. المرة دي بقى إحنا لينا طلب عندك. ده تؤمر. بالنسبة لمسألة الجواز احنا نرى انها خطوة غير مستحبة بالنسبة لك في الوقت الحالي. احنا نرى؟ مين احنا نرى دول يا باشا؟ الدولة. الدولة هي اللي مش عايزة؟ انت عارف ان لطفي ألماظ واحد من اكبر رجال الاعمال اللي موجودين في البلد. الرجل وقف جنب الحكومة كتير وعمره ما تأخر عنها ابدا. هو حاليا مترشح لمنصب مهم قوي في الحكومة. الراجل جالي وشرح لي الموقف. قال لي انه كان عايز يتجوز مهاجر نشار وانه تقدم لها وكانت موافقه. لغايه ما ظهرت انت بقى. انت عارف ان له عندها 100 مليون جنيه ومع ذلك ما خدش اي اجراء قانوني ضدها. احنا درسنا الموقف كويس. والعقل بيقول ان محسن هنداوي لازم يفضل واقف على رجليه علشان يكمل. وان لطفي ألماظ لازم يتجوز الست اللي في حكم خطيبته. وإن مهجة النشار لازم ما تدخلش السجن عشان تقدر تكمل حياتها بالطريقة اللي تليق بيها وباسمها وبسمعتها. ولا إيه؟ هو ده رأي الدولة؟ لا، ورأيي أنا كمان بشكل ودي كصديق لكل الأطراف. بص يا زومبي، أنا هتجوز مهجة غصب عن عين أم الدولة. قلقان عليك طول الليل، مال وشك متغير؟ كلمتك في التليفون 100 مره ما ردتش عليا. ما تكلمني يا محسن، في ايه؟ حصل حاجه؟ ايوه يا راجل. انا كنت واثقه انك ما نمتيش. الف مبروك يا موها. لطفي كمان ما كانش عارف ينام ابدا. اصله لما عرف الحقيقه بقى اتصرف على طول. هو اللي خلصك من الراجل الواطي اللي اسمه محسن هنداوي.
انت رايح فين؟ انا ماشي. وسايبني؟ انا سايب البلد كلها. كله عشان اتجوز لطفي الماظ مش كده؟ بص يا موجه، انت مش حمل السجن ولا حمل النوم على البلاط، ولا انا كمان. كل واحد روح لحاله احسن. حسبتها يا محسن بيه؟ انا ما حسبتهاش علشاني، انا حسبتها علشانك انت. انا جيت بوصلك كل حاجه. انا همشي، المركب لما تغرق كله بينط منها. وانت بقى عايز تمشي لوحدك وتسيبني؟ سيبيني في حالي يا موجة، الدولة لسه نايمة ما صحيتش، خليني اطلع منها على خير. رجلي على رجلك. انا رايح لندن. هاجي معاك بس وانا مراتك. محسن بيه هندوي، اتفضلوا معانا. محكمة! حكمت المحكمة حضورياً على المتهمة مهجة عرف النشار بالسجن 7 سنوات مع الشغل، وعلى المتهم محسن محمود هنداوي بالسجن 15 سنة مع الشغل والنفاذ. رفعت الجلسة. يا سيدي ده سجن مش منتجع سياحي، دول طلبوا موبايلات دخلنا لهم، بلازمات، لابتوب، ده احنا اشتركنا لهم في النت. لا 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 ده كتير كتير. الله، الصحافة تقول عليا ايه؟ احتفل بعيد ميلاد سجين واجيب دينا ترقص وسعد الصغير يغني البلح البلح البلح؟ نعم، اؤمر يا محسن بيه. انا عامل اضراب وببلغ حضرتك رسميا بكده. اضراب؟ ايوه. اشمعنى انا اللي مش هعمل اضراب؟ اي حد بيعمل اضراب بيبقى له طلبات. ايه اللي ناقصك؟ يا سيدي الطلبات جاهزه. ده قانون حق المسجون. شوف يا سيدي انا معلم عليه بالقلم الاحمر. من حق اي مسجون متزوج ان يرتقي بزوجته اللقاء الشرعي مره كل 45 يوم. يعني 8 مرات في السنه. انتوا ليكوا عندي 10 سنين سجن. أنا ليا 80 مرة. إحنا نقسمها بقى، بدل ما يبقوا 80 مرة على 10 سنين نضربهم في شهر واحد ونخلص. أنا هوقف إيه المانع عندكم؟ أنت بتقول إيه؟ ده سجن محترم مش شقة مفروشة. طيب أنا بحملكم المسؤولية كاملة. أنا هبلغ جميع جمعيات حقوق الإنسان. هبلغ جمعيات الدفاع عن بتاعت سجناء الرأي. مين؟ سجناء الرأي. هوصلها للأمم المتحدة. هبلغ اوباما شخصيا. حرام حرام عليكم. انا بعمل حاجات ما عملتهاش من ايام ما كنت في الاعداديه. ايه؟ حرام من ايام ما كنت في الاعداديه. ما كنتش بعمل حاجات. خلاص فهمت. بقوم كل يوم الصبح. فهمت مش كده. تمام يا فندم. الاستاذ عبد المنصف والاستاذ لبيب المحامي بيستاذنوا سعادتك في الدخول يا فندم. خليهم يخشوا. امرك يا فندم. وانت بتعمل ايه؟ اهو حجه في الشؤون القانونيه، انا ليا الحق اعمل اضراب ولا لا؟ اضراب ايه يا محسن بيه؟ الف مبروك. لجان البنوك وافقت على مشروع الجدوله والسيد النائب العام اصدر امره بالافراج عنك. وعادي قرار النيابه بالافراج. وموجه خرجت بالسلامه النهارده الصبح، ورايحين دلوقتي اجتماع عند نظام بيه عبد الدايم. عايز يقعد معاكم. سك على الاضراب يا باشا. ظهر انها تسويه شغل. كان لازم الدوله تعمل كده. كده الناس تعرف تشتغل. زي ما قلت لحضرتك كده، ده مش مجرد تصالح،
ده عبور اقتصادي، لان الاقتصاديه بتاثر على اساس الصلاحيه في السكاس مستكيتس. هو هنا اجتماع اللجنه؟ هو هنا اجتماع اللجنه؟ لا، هنا موقف احمد حلمي. اتفضل. امال موجه هنم فين؟ ولا انا شايف محسن بيه؟ مش نظام. النظام اتغير. نظام بيع عبد الدايم خلاص مشي، واحنا جايبينكم النهارده كلكم عشان نرسم مع بعض ملامح المرحله الجديده. الدوله رأت ان سجن رجال الاعمال وهروبهم خارج البلد مش في مصلحه اي طرف من الاطراف، عشان كده بعد التسويه والتصالح اكتملت اضلاع المثلث، الحكومه، رجال الاعمال، الشعب. عشان كده لازم نتكاتف كلنا ونوصل بسفينة الوطن لبر الأمان. وإحنا نرى الله. إحنا نرى برضو. إحنا ما تعرفناش بسيادتك. فكري جديد. الأمور ده اللي في الصورة ابن سعادتك؟ أيوة، باسم ابني. باسم. بوبس. ويبقى سلم لي عليه. هاتو. والسلام أمانة يا غبي. عايز تعمل لي عاهة؟ عايز نشحت؟ حطوه حبس انفرادي. ينصر دينك، انت فتحت عينينا على حاجات ما كناش نعرفها ابدا. ربنا وياك.
برضه ما جاش. هو مين ده اللي ما جاش؟ اللي انت بتدوري عليه. انا ما بدورش على حد. اما مش ده مطعم؟ ايوه مطعم. انت جاي تتغدي بقى؟ لا مش للدرجات يعني. مش بالظبط بالظبط. هو ما جاش ليه؟ مش عارف والله. اسبوع بحاله وانا باجي ادور عليه كل يوم وبرضه ما جاش. دي اول مره يتاخر فيها بالشكل ده. طيب هتقعدي؟ لا طيب همشي. ليلتك فل يا فل. عايز ايه يا سيزيف؟ زفت برضه. مش عاجبك الزفت وعاجبك الغبي قوي؟ لما انت وانت صغار كانت امك بتدلعك تقول لك ايه يا حمار. الله يسامحك. زعلت قوي؟ ده الحمار هو اللي يزعل. يعني انت مروق قوي يا اخويا النهارده يعني. مروقش ليه يا خليل؟ اهو عاجبك الرميه اللي انت فيها دي؟ يا يعني انت صاحبي من زمان. انا اللي اكتشفتك وما يهونش عليا تتلقح التلقيحه دي. عايز ايه يا غبي؟ عايزك تعقل يا ابن الحلال وتبطل تقوم الخلق علينا. وهندي لك بدل التلت النص يا عم. وما تقولش لحد. واذا ما كنتش عايز اشتغل لحساب؟ اهو ده اللي مش ممكن ابدا. نجوم السامه اقرب لك. مش هتقدر تفلفص مننا. كان غيرك اشطر. اعقل يا ابن الحلال وبدل رميتك دي قوم اشتغل. وان حاولت تلعب بديلك كده ولا كده يا برطوشي هتعملوا ايه يعني؟ هنشحت منك رقبتك. فكر يا ابن الحلال وانت فلاح قراري ومش غبي. ايوه هنبقى انا وانت اغبياء يا غبي. انت هنا بقى. العيد قرب واحنا منقيين لك مكان. سوى 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 كل. لما لضتني وهتكون فاكر نفسك مهم قوي ولا حاجه؟ ولا يعني مدين الناس بقى وهتجبي عليهم بقى والحاجات العقد بتاعتكم دي؟ تصح تقول لي ايه اللي اخرك؟ انت مش ليك فلوس؟ مش مفروض تيجي تاخد حقك يا ستي؟ هو يعني حقي هيروح؟ طب ايه اللي غيبك عني 11 يوم في الشغل؟ يعني اصل الـ 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 الجماعه اللي كنت بشتغل معاهم كانوا تعبيني شويه. انت بتشتغل ايه؟ يعني بشتغل مستثمر أجنبي؟ ده منظر واحد أجنبي؟ أصلهم دايما يقولوا مستثمر أجنبي. لا يعني أنا مستثمر كده على قد حالي. يعني زي ما تقول رجل أعمال. أيوة أعمال حرة يعني على باب الله. يا عم ما كلنا على باب الله. أمال يعني على باب الشعرية؟ يا بنت الإيه دمك زي العسل. أديك حقك وانصرف أنا بقى. تنصرفي تروحي فين؟ أروح شغل. لا شغلك إيه؟ اقعدي تتغدي. أتغدى؟ لا يا عم حد الله بيني وبين المطعم الغالي ده. ولا غالي ولا حاجه. ايوه طبعا ما انتوا تقولوا كده. مستثمرين بقى واكلنا ولعه. ولعه ايه بس؟ لسه مستثمرين في اول السكه. يا دوبك اعمل. بكره تكبر يا خدامه حسنين. وانا عايده ومش هقول لك خدامتك. خد بقى يا عم ايه؟ فلوسك اهي. فلوس ايه؟ والله ما انا واخد حاجه. عليا النعمه اللي انت واخدها. انا وانا بقول لك شغل حاجه على شغل حاجه. عليا النعمة ويمين على يمينك لا انت واخدها. عيب ايه ما تقوليش حاجة بقى؟ شغل فلوس على شغل فلوس. لا واخد فلوس بقى. عشان تعملها لي حلوة نفس الوانة وتقول لي نتقابل كل يوم وحاجات زي كده. عندك مانع؟ لا نتقابل بكرة. خلاص بكرة.
بالله ربنا يكرمك. نو دولار ايجيبشن ماني تشكر. سعد عاجز النظر، إلهي ربنا يكرمكم، إلهي ربنا يخليك. نو عملة صعبة ايجيبشن ماني. يبقى كده انت ايه يا ستة؟ زي المنشار طالع واكل نازل واكل. وانت ملك انت جرح انت؟ انت عايز مني ايه؟ لما فيش جبونه الا لما يديلك. وانت هتنق عليا ليه؟ لو انت فاكرني مش واخد بالي منك، ما انت بتكسب ذهب انت راخ والفلوس نازله راخه عليه. الله انت بتشوف ولا ايه؟ قال لو انت فاكرني يعني عشان اعمى ما اشوفش. انا من عيله كلها تعيم لكنها موهوبه. انا خالتي بتشتري الخضار على عجلي، وعمي بيصلح ساعات. بيصلح ساعات؟ طب وعمتك؟ دكتورة عينين. ماشي معاك بتام. طب يلا امشي بقى من هنا، امشي لخلوهم يقطعوا لك مناخيرك. يلا امشي امشي، تبدأ المية لما تتجقر تحت منك. الله ربنا يكرمكم. اهلا وسهلا سعادة البيت. صباح الخير. صباح النور. الله ربنا يكرمك. نه دولار ايجيبشن ماني. الهي ربنا يكرمك. صباح الخير. صباح الخير يا فندم. اظن مبلغ بسيط كافي. بعد اذن سعادتك. الاعلان جاهز يا سعاده البيت وهينزل بكره ان شاء الله. الاعلان يلفت النظر يا فندم. هيجيب فلوس دوالي. 35,000 جنيه للشقه. يا بلاش يا فندم، يا بلاش. 35,000 جنيه للشقه. الو. اهلا سعاده البيت. ايوه سعاده البيت. خد بالك الايام دي كويس. اسمعني، مش عاوز معوحه كتير. وضوح يا فايق، انت متراقب. متراقب؟ في جهات بتراقبك. والله بقى انت وشطارتك، والشاطر الصحيح هو اللي ما يقعش. زي ايه بيه؟ ما لفتش نظرك حاجة تحت؟ بيغسلوا سلم العمارة النهاردة. سلم ايه؟ أمال قصد سعادتك ايه؟ بص كده. شايف؟ قصد سعادتك التاكسي ولا عمود النور؟ ايه يا حامد الغباوة دي؟ مالي أنا ومالي التاكسي ولا عمود النور؟ انا بقولك على الشحات الواقف ده. واحنا مالنا ومال الشحاتين يا بيه؟ لا هما الشحاتين هيلفتوا نظرنا في ايه بس؟ الولد ده ما بيشحتش. ايه خايب؟ ربنا يرزقه يا سعاده البيه. الجدع ده منظره مش منظر شحات، حتى ونمد ايده، حتى ونحط نضاره سودة على عينيه. طب ما يمكن. ما يمكنش، زي ما بقولك كده. كلام كتر علينا والقلق اللي عند الناس زاد من ناحيتنا. العربيين اللي خدناهم على عمارات في علم الغيب، ومشاريع الاكل اللي بنقول عليها وبنقبض عليها دواهي، والسمعه اللي طالعه علينا اننا بنتاجر في المخدرات. بس ما حدش بالك عننا. ما هو ده نعم. لما المسائل بتكبر بتبص القضايا اللي زي دي بصه تانيه، ويحاولوا يحطوا حوالين رقبتنا الحبل اللي نشرد نفسنا بيه. افتح لي وحياة والدك السخمات دي.
اشتري اخيني. خد. ايه ده؟ ربع جنيه هو بحاله. انا عايز جنيه. جنيه ليه؟ مركب ست زرار في العربيه وعايز جنيه في مشوار زي ده؟ مش من غير البنزين. البنزين غير قرشين ساغ، تقوم انت تاخد جنيه؟ هلا احنا بنسرق. هات يا اخويا هات، احنا بنشحت. خد. ايه؟ جنيه اهو. ماليش دعوه بالشحاتين، كداء الميه. كل زبون ناكف فيا لحد ما يديني الاجره، امال ما بتشطروش على الجزارين ليه؟ قوم يلا يلا بينا. على فين؟ مش انت بتقولي ما تحبيش المطعم ده؟ اه خلاص يلا روح حته تانية. لا انا اول مره اخرج فيها مع راجل. ماني كمان اول مره اخرج فيها مع راجل. يلا. يا ابن اللذينه فانت اول مره تخرج فيها مع بنات؟ أنا أول مرة أخرج فيها يعني في حياتي. معقولة شاب جذاب زيك أنت؟ كذاب؟ كذاب إزاي بقى؟ أهو جذاب. بقول لك أنا مش كذاب. مش كذاب، جذاب، جذاب يعني بيشد البنات المقطعين اللي زيك. أيوة فندق. أه فندق. أنا فندق. فندق ودمك زي العسل كمان. معقولة بقى ما تكونش مقطع السمكة وديلها؟ سمكة إيه؟ ده أنا غلبان وعلى باب الله. يا عم ما كلنا على باب الله. طب عيني في عينك كده؟ ولا حتى أيام ما كنت في الجامعة؟ جامعة؟ الجامعة ايه؟ هذه اللي مستحيلة. ليه بقى؟ لأن أنا ما كنتش في الجامعة من أساس. ايه ما معكش شهادات؟ ازاي بقى؟ معايا شهادة وفاة أمي. لا أنا بتكلم بجد. ما معكش شهادة جامعية؟ لا. أحسن. هما يعني اللي معاهم شهادات عملوا بيها ايه؟ مش كده؟ أنا الحمد لله بكتب أحسن من بتوع الجامعة. على العموم الحمد لله، من حسن حظك بقى إن عقول البنات اتغيرت، لا بقوا يسألوا في شهادات ولا غيره. يعني انت لو اتقدمت لواحده متعلمه مش هتسالك على شهادتك. متعلمه لحد فين يعني؟ يعني لو كانت مثلا معها سكرتاريه. وانت بتشتغلي بالمعهد ده من امتى؟ يا من دي انا بتكلمش على نفسي، انا بقول مثلا. ايوه انا بقول يعني مثلا. خلاص ما دام مثلا تقدر تقابل باباها امتى عشان تخطبها مني؟ قال بسرعه كده. ليه لا؟ مش انت عاجبها وهي عاجباك؟ وبعدين هي مش متعوده تخرج مع رجاله من غير خطوبه. على رايك احنا في عصر المتر والانفاك. وعلى فكره باباها راجل طيب قوي. باباك ايه؟ باباها هي بنقول مثلا. ايوه طب ايه رايك مثلا يعني مثلا في يوم الخميس الجاي؟ خلاص اديك العنوان واقول لباباها. اه يا لهيمه طلع مش عارف. والاماكن اللي راحها ما تدلش على انه شحات اطلاقا. راح مطعم كويس قوي وقابل بنت حلوه زي القمر وقعد معاها في كتير. يعني البيت طلع ظابط نجاحي. والله يا بيه مفيش حاجة في الدنيا تساعديني وتذاكري لي. انا عايزك تكبري الجيل وتروعي الدين. عشان خاطر يا بابا اقرا ورقه الاسئله كويس واقرا الفاتحه قبل ما تجاوب. وبعدين خلي بالك ما تسرعش، ساعات الاسئله بتيجي لفه شويه. هات بقى بابا. هات يا بابا. هات يا بابا بقى.
يا بابا عملت ايه؟ الحمد لله زي الفل، ابوك شرفكم. وريني كده ورقه الاسئله دي، عملت ايه في السؤال الاولاني؟ ما عملتوش. ليه بابا ما عملتوش؟ ده سؤال الاجباري. يا نهار اسود، هو كان اجباري؟ طب والسؤال التاني؟ لا ده كان اختياري، ما عملتوش. ايه في حاجه؟ مبروك يا بابا، مبروك يا بابا، مبروك. جبت مقبول. جبت ايه؟ مقبول. مقبول يعني ناجح ولا صائب؟ ناجح يا بابا، ناجح. ايه؟ انا نجح، انا نجح. فرقان احمد فرقان. May I say a few words, please? Of course you may. Thank you. Please do. Thank you very much indeed. انا ذاكرت ونجحت. انا قبل ما اخش الجامعه كنت بأملك فلوس كتير جدا، ودلوقتي بعد ما اتخرجت انا حاسس ان انا بملك الدنيا كلها وما عليها، بالعلم وبالثقافه والفضل. كل الفضل يرجع بعد ربنا سبحانه وتعالى للدكتوره جيهان مراد. ايه ده تاني؟ لا 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 لا، دي الشبكه، الشبكه. انا فاضل لي تكه صغيره والعب لعبتي الكبيره. يا ستي ما تدقيش علشان بس اعرف ارد عليك. اقول لك خليها ظهر الخير. ظهر الخير؟ ده انت بنت نكتي. تعجبني عريس. الله، عريس؟ اه، ما هو ده ملابس اللي على الحبل ومتشيك، يبقى انت العريس اللي مستنيه بابا. مستنيه بابا؟ حق بابا مستنيني؟ اه، ونظفنا البيت واشترينا دستة جاتو، وما بخرت الشقه بعد الصلاه. بس اوعى تقولي ان انا قلت لك. لا ما تخافيش، والختنة الشريفة من هاي. تعجبني. يا ساتر يا ساتر، دستور. أنا اسمي نعمان، اسم بلدي أوي، مش كده؟ على كل حال أنا سميت نفسي نانا، تقدر تقولي يا نانا. مين يا نانا؟ ده اسمه إيه ده يا بابا؟ حسنين البرتوشي.
يعني انك انت ابن حلال. الله يخليك. اتفضل يا ابني. اتفضل. شوف يا ابني، مش انا اللي هتجوز، انتوا اللي اخترتم، بس انا بقى عليا النصيحه. اتفضل اتفضل، سريح ونعم التفكير. تحب تشرب ايه يا حبيبي؟ كرسي معزه. يا نانا، انت قلت تشرب ايه؟ كل نفليكس. حاجه ساعة، اي حاجه، حاجه ساعة يا نانا. انا يا ابني احب اخد عندك فكره اوضح. انت بتشتغل موظف؟ موظف ايه يا عم؟ شايفني بقول لله؟ لا والله ظريف ودمك خفيف. ده صحيح. عايده كانت قالت لي انك انت بتشتغل مستثمر، بس يعني مستثمر في ايه يعني؟ مستثمر عند ربنا. القرش بعشر امثاله، يعني اللي يدفع قرش يتقيد له بعشره. عظيم. ده بعد كام سنه؟ بعد ما يموت. بعد ما يموت؟ يا مؤاخذة انا مش فاهم حاجه. استثمار يا عمي يعني اشي بره واشي جوه وشغل لاخر حلاوه. يعني شغله كويسه وبتكسب. بتكسب؟ اهي بترزق اخر الليل. بالك الزبون النظيف بيقدر برضه. خلاص يا ابني، انا كل اللي يهمني انكم تكونوا سعداء مع بعض. تعيش تعيش يا عمي. تاخد سيجاره سوبر بفلتر مستورده؟ يا ابني السجاير مضره بالصحه وبالمال. مضره بمال مين يا عمي؟ ده انا مش عارف اودي الفلوس فين. امسك امسك سيجاره. يلا خلي الخواجات تسترزق، يمكن يكونوا بيجروا على ايتام. امسك. طيب يا سيدي اشكرك. انت مش قلت انها مضره للصحه؟ ما بلاش. لا والله دمك خفيف. الحاجه الساعة يا ولاد. احنا هنقعد نقول طول النهار حاجه ساقعه وحاجه سخنه؟ ما انت عارف كل حاجه بالمفتشه. خليها شربات بقى. حاضر يا سيدي، نخليها شربات. الشربات يا نانا. الله، انت ما صدقت. ما تضغطيشني بال مجروحين عليه. ألف مبروك يا بنتي يا حبيبتي. بس برضه ما تضغطيش. الظاهر يا ابني ان انا هحبك، لانك هتشرفني وهترفع راسي، لاني من زمان نفسي يبقى لي ولد افتخر بيه قدام الناس. مالك يا علاقة؟ مش في الفورمة يعني. وبعدين ده الدنيا حلاوة والقباية كتر والشغل بقى هنا. شغل؟ الشغل ايه يا خليل؟ لو انت فاكرنا بني ادمين. امال احنا حلاليف؟ طبعا بني ادمين. هذا اللي تغلبه العاب وهلا. الدنيا دلوقتي اتغيرت، والجدع هو اللي يطلع القرش من جيب الناس، ومن احنا مش حرامية يبقى احنا اجدع ناس. اجدع ناس؟ تجدع ناس منين يا خليل؟ طب احنا نقدر نتجوز ونبقى بني ادمين؟ طبعا يا جدع. نتجوز اي واحده، اي واحده بتاعت غرزه، بتبيع حمص الشام، بتبيع دوره، بتلم سبارس، تتمناك. سبارس ايه وغرز ايه يا خليل؟ انا عايز ابقى محترم، عايز الناس تفتخر بي. محترم؟ محترم ده ايه؟ وعاد تكون مصدق الشياكه اللي انت فيها دي. ده ديكور، ديكور احنا اللي عاملينه. انت من بره هلا هلا، ومن جوه يعلم الله. انت شحات شحات، ولازم تعيش على انك شحات. شفت يا خليل؟ اديك لفيت لفيت وقلت شحات. الواحد هيبقى محترم منين بقى؟ انت محترم بقرشك، معاك قرش تساوي قرش. واوعى في يوم تبص لفوق. يلا يا حمد عشان ننزل. يا
فكرت ليه؟ ابدا يا دوبك. يا سلام، ولا هتعملي فيها بقى سي السيد وانا الجاريه بتاعتك ان شاء الله؟ العفو عيب. عفو مين؟ جواري جواري وانا يهمني، انا جاريتك يا سي السيد. انا دلوقتي مقتنع تمام الاقتناع، ومش هقعد اتفرج لغايه ما اروح في داهيه. انا عايزه على انفراد. شوف بقى يا حسنين، مش عايزين نرهق نفسنا من الاول بالعفش والمصاريف والحاجات اللي زي كده. ها احنا نجيب اوضه ولا اوضتين على الحاجات المهمه قوي، زي مثلا الثلاجه التلفزيون. ولا اقولكش على حته فكره، تيجي نوفر ده كله من الاول ونروح نقعد عند بابا وماما في شقتهم. اهو انت يا عم دلوقتي بقيت فرخه بكشك عند بابا، بيحبك زي ابنه بالظبط. اه مش عاوزين فشخره من اولها، كمان عارفاك تموت في الانزاحه. وحياه ابوك يا اخويا كمان تنسى المطعم اللي كنت بتاكل فيه ده. نوفر الجرشنات، العروسه للعريس والجري للمتاعيس. انت دلوقتي مستثمر وتاجر، والتاجر يحب السيوله معاه، صح الكلام؟ عايد يا عيون عايد. انت طيبه قوي، وابوك وامك ناس طيبين قوي، وفي الحقيقه انا ما استاهلكوش. يا واد انت يا متواضع. انا بتكلم جد. يعني ايه؟ يعني بصراحه كده انا عايز ادكم بومبه. بومبه ايه يا ابني؟ يعني اخلع. عايز اخلع. تخلع يعني ايه؟ مش عايز تتجوز؟ ايوه ايوه ايوه. ازاي يعني؟ كنت بتلعب بينا بقى ولا ايه؟ ولا كنت عايز تمشي معايا حلواني كده، ولما لقيت المساله جد عايز تفك؟ انت فهماني غلط. بس بس ايه غلط ايه وصح ايه؟ ما هي باينه اهي خلاص. انا ما استهلكيش. انا اصلي جربوع، ورحمه ام انا ابن كلب جربوع، ما استهلكيش. بس ملوش لزوم الكلام الفارغ بتاعك ده، انت خلاص انكشفت على حقيقتك. انت يا اما راجل ملعب يا اما راجل مجنون. لا دي ولاد، انا جربوع. جربوع عايده. عايده انت خليت فيها عوايد، انت خليتها خل خالص. عايده عايده. وانا لازم كنت اخلص ضميري. الناس دول ناس طيبين، وحرام اذيتهم. يا ماني شحات، مفيش اوطى من كده. دقيقتك شويه مش كده؟ هي مين دي اللي دقيتك؟ المدموزيل اللي كانت معاك، خطيبتك مش كده؟ لا. وانت عرفت منين؟ انت كنت مراقبني؟ انا مراقبك من ساعه ما خرجت من اللوكان ده. شحاته افندي. شحاته افندي؟ انت حكومه، انا ما عملتش حاجه. انا انت حكومه؟ مش عايزين نلف وندور على بعض، احنا عارفين كل حاجه. عرفتوا ايه؟ انا حسبت مرتبك من دلوقتي لغايه ما تطلع على المعاش، لقيته 22,000 جنيه، ده بدون خصومات.
ايه رايك في 100,000 جنيه؟ مئة ألف جنيه؟ ليه بقى؟ هسرق لك سرية ولا هقتل لك قتيل؟ ما تلفش وتدور عليا يا حضرة الظابط. ظابط؟ احنا ناس مفتحين وفي السوق ونفهمها وهي طايرة. يا عم انت فاهمني غلط. انت اللي فاهمني غلط. انا كل اللي بطلبه منك تقرير صغير قد كده اهو، لا من شاف ولا من دري. تقرير لمين؟ للإدارة بتاعتك. تقول فيه اتضح من مراقبتي الفايق عايش انه انسان شريف، وانه بيتاجر في السيارات والبيض وشقق التمليك بشرف وامانه. اما موضوع المخدرات والنصب والاحتيال ده فده ملوش اي اساس من الصحه. وانت فعلا ما شفتش حاجه؟ تقرير ايه واداره ايه وبوليس مين وفايق مين؟ فايق اللي قاعد قدام. القوة الانطلاق، خبرة 50 عاما تقدمها نيسان ديزل من محمد موتورز. اقوى المحركات، حمولات متعددة، اكبر مخزون لقطع الغيار، واحدث ورش للصيانة تحت اشراف خبراء يابانيين. نيسان ديزل تقدمها شركة محمد موتورز. الجماعة دول محرجين عليهم انهم يرمشوا، بس انا هعرف اخليه ينطق. عجبا، فواكه طبيعية محتضنة بسراب من البقاليل المنعشة. تمتع بسر شوبس. بل التنظيم. الله 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 الله. ايه ده؟ ماله الجميل مكرم كده ليه؟ ايه مالك؟ ماليش. على انت كنت مع خطيبك؟ خطيبي؟ اه. ايه ده؟ خطيبي قال عايز اسمع سيرة خطيبي ده خالص، ما بقاش في خطيبي. طيب طيب بلاش بلاش بلاش. عملت ايه؟ سعادتك عندك حق في كل اللي قلته، انت اذكى واحد شفته في حياتي. $150,000 مش لعبة، وكان لازم نتأكد. ولو اني كنت متأكد، لكن برضو كده احسن. يلا بينا. دولار ازيد سان ماني. الهي ربنا يكرمكم. اركب يا حضرة الظابط. الله، ايه يا جدع انت؟ انت هتخني ليه؟ اسيبك بالليل الاقيك الصبح قدامي. انا راجل اعمال، لازم اطرق على الحديد وهو سخن. الحديد ايه وسخن ايه؟ سيبني يا جدع انت استرزق. اركب مش هتندم. انا مشواري يتكلف غالي. اركب. اركب اركب، ما اشوف اخرتها ايه. الله، ايه الحكايه؟ وايه اللي لم ده على ده؟ وده مين وليه وفين؟ ورايه غير. الله، المبلغ اهو 150,000 جنيه بالتمام والكمال. والمقابل، المقابل تند التقرير ده. انا مجهز لك كل حاجه، اتفضل اقرا. كمان مش تبطل بقى الحركات دي. حركات ايه؟ احنا دلوقتي بنلعب على المكشوف. كمان حملني مش عارف تقرا. فاستهل. لما انت يعني الظاهر عليك بتشتغل في المخدرات على واسع. انت مالك بقى؟ طب انا لما اقدم التقرير ده للاداره بتاعتي،
تفتكر يعني الشبهات هتروح منك؟ اهو على الاقل هتسكتهم عني شهور ولا سنه، وانا مش عايز اكتر من كده. انا الكلام كتر عليا وانا عايز اريح الحكومه. لا كتر خيرك، على الاقل ياخدوا بالهم من الفلان. بيقول لك مره واحد رفاق لعب في حبه رسم على صدره قطه. حلوه. مش قلت لك دمك خفيف؟ ايوه انا عارف. اتفضل اقعد. امضي. على ما فعلنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. صدق الله العظيم. الجامعة بعيد هناك، 300 فدان اللي حواليها دي أرض فاضية تبع الجامعة برضه. مظبوط يا دكتور؟ مظبوط يا مرجبي. احنا هنقسم الارض دي، هنا هيبقى في مساكن للطلبه المغتربين، ودي فيلل للاخوه العرب اللي هييجوا يتعلموا هنا عندنا في الجامعه، نظام فندقي 5 نجوم. دي منطقه مطاعم، مطاعم كلها توكيلات اجنبيه، مطاعم سوبر لوكس ممتازه. طبعا احنا مش هننسى اعضاء هيئه التدريس، ده انا عامل لهم شقق دوبلكس حكايه. العيال بقى بدل ما يصرفوا فلوس اهاليهم على الديسكوهات، انا عامل لهم هنا ديسكو. ديسكو في الجامعة يا مرجبي؟ بدم تحت عينينا وإشرافنا، المانع. وإيه ده؟ ده حاجة لله، ده جامع ومعهد ديني، هيبقى جنبيه كم محل كده لبيع ملابس المحجبات. أنا عامل هنا بقى شارع للعيال جوه الجامعة برضو، عشان يعملوا فيه مظاهرات، بدل ما يخرجوا بره ويتخانقوا مع الأمن ويعملوا لنا زيطة ودوشة، يعملوا مظاهرات في الشارع، نجيب لهم شوية زلط على شوية طوب على كام كاوتش محروق على حاجات من دي، واخد بالك؟ ونجيب لهم كام موظف نلبسهم أمن مركزي، ونبقى كلنا مع بعضينا يعني. بس إيه دور الجامعة في مشروع كبير زي ده يا مرجبي؟ المشروع ده هيكلف 400 مليون جنيه. أنتوا هتدفعوا 200 وأنا هدفع 200. أيوة بس الجامعة هتدفع 200 مليون جنيه منين؟ ده الميزانية ما فيهاش ولا مليم. ما انتوا هتاخدوا قرض. قرض من البنك؟ لا بنك ليه؟ انا هدفع لكم القرض وتبقوا تسددوه على 10 سنين من الارباح. يا مرجان بيه الموضوع ده كبير، محتاج لتفكير. ولا تفكير ولا حاجه، المشروع ده هيغطي تكاليفه بعد سنه واحده، وسيادتك هتبقى رئيس مجلس اداره الشركه اللي هتتعمل، يعني كل حاجه هتبقى تحت عينيك، انا هبقى العضو المنتدب، يا دوب امضي على الشيكات بس. نقول مبروك. احنا كلنا لازم نقف ونتفضل المشروع ده، مش هنقبل باي حال من الاحوال ان الجامعه تتورط في صفقه مريبه وحقيره زي دي. كلنا معاك يا دكتوره. لو الصفقه دي تمت كلنا هنسيب الجامعه، لا للسمساره لا للعمولات لا للفساد. لا لا مرجان لا. 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 ولا هندو ربك
ولا شاب في مزرعه في الملقى، ولا شاب في مزرعه في الملقى، وادي دقني اللي امسكه حد جعان حد جعان. ايه اللي غيرك يا محمود؟ قول لي ايه اللي غيرك؟ الرجوع للحق فضيله يا دكتور. بعت نفسك، هو ده الايمان اللي انت بتدعو ليه؟ ما كانش عاجبك لبسي مش كده؟ والعربيه اللي انت راكبها دي جبتها منين؟ الاخ مرجان احمد مرجان راجل محترم، ولو سمحت يا دكتوره بلاش التلميحات دي. دي مش تلميحات، انت قبضت رشوه، اشتراك زي ما اشترى كل حاجه في البلد. من فضلك يا دكتوره انا مش مرتشي، ولو سمحت تتكلمي معايا كويس. يا خساره، كنت فاكرك عندك مبدأ، لكن طلعت ولا حاجة. اتجاهكم مين يا نهى؟ لا تروحوا تلوموا نفسكم. هتحترم نفسك. ايه يا محمود؟ عيب كده يا جدع؟ انت بتحرم الجميع. يلا امشي من قدام السعادة، امشي امشي امشي. يلا عودة. الجيل الجديد ده مفيش حاجة عاجباه ابدا ابدا. نعم يا استاذ مرجان، خير؟ هدية بسيطة كده، حاجة على ما اسمه. بمناسبة ايه؟ أول عاشورة، كل سنة وأنت طيب. وأنت طيب. وجايب لي ايه بقى بمناسبة عاشورة؟ ده طقم الماس عشان الرقبة الحلوة دي بدل الفلص اللي انت لابساها. اسمع مرجان، تعرف مصر تعدادها كام؟ 72 مليون نسمة. انا اخر واحدة ممكن تاخد رشوة منك. ما هو ما فضلش غيرك يا دكتورة، مصر كلها قبضت. اتفضل اطلع برا برا. مرجان، بقولك ايه، ما تيجي نتجوز بدل ما تحدفين وحدفك وشغل الصيع ده. قلتلك ان مصر فيها 72 مليون نسمة، انا اخر واحدة ممكن ترتبط بانسان زيك. جيش حبيبتي، انت فين؟ انا بقالي ربع ساعة مستنيكي. الدكتور ابراهيم خطيبي، دكتوراه في ادارة الاعمال من كاليفورنيا. مرجان طالب عندي بس لسه في سنة اولى. برافو، هايل حقيقي، هايل، ربنا يوفق. ان شاء الله هيوفق باذن الله. جيش حبيبتي، يلا بقى. شوف يا هيما يا اخويا، انا راجل بتاع شغل، ما بحبش اللف والدوران. مرجان احمد مرجان معروف في السوق كله، انا اخلص اي صفقه في كلمتين ثلاثه. ده الحقيقه معروف عن سعادتك طول عمرك يا مرجان باشا. الله يخليك، انت راجل ذوق. انا عايز جهان، طلباتك ايه؟ انت ازاي تجرؤ تتكلم معايا في موضوع زي ده؟ ايه ده بس؟ اقعد الكلام اخده وعطى. اقعد اقعد يا استاذ ابراهيم، اقعد. هو انا عايز جهان في حاجه كده ولا كده؟ لا سمح الله، انت مخك راح لفين يا راجل؟ انا عايزها معايا. سوري سوري يا مرجان باشا، انا فهمت غلط. اكيد حضرتك تقصد انك عايزها معاك في الشركه. لا انا مش عايزها معايا في الشركه، انا عايزها معايا في البيت. ازاي تجرؤ تكلمني في حاجه زي كده اساسا؟ يا ابراهيم اقعد، يا ابراهيم اقعد، يا ابراهيم الكلام اخده وعطى يا حبيبي. اقعد، ما تبقاش عصبي، اقعد يا حبيبي، اقعد بس. تعليك حاجات، تعال نحسبها مع بعض. في الهند انا عندي مصنع ازاز هناك، محتاج لواحد يكون محل ثقه زي حضرتك يمسك لي الشغل هناك. الاسلوب ده بقى انا فاهمه كويس قوي، اسف لا اقبل. لا انت هتقبل، ما هو برضو لما يكون مرتبك 20,000 دولار في الشهر وتقعد لك 10-15 سنة هناك، تعمل لك خميرة حلوة وتيجي هنا تعيش ملك. وحشة دي يا ابراهيم؟ يا ابراهيم عايز حاجة يا مرجان؟ إبراهيم بيسلم عليكي. إبراهيم مين؟ إبراهيم خطيب. ده طلع الراجل لطيف بشكل. أنتوا بتشوفوا بعض؟ لا أنا أصلي بعته الهند عشان يمسك لي شغل هناك. إبراهيم سافر؟ سافر يكون نفسه. ما قاليش يعني؟ لا ما هو أصلي وصاني كمان إن أنا آخد بالي منك و سايب لك الدبلة دي. اشتريته؟ ما تقوليش ليه هو اللي باعك.
اسمع بقى يا مرجان، انت مهما عملت انا بقى مش هتقدر تشتريني. حضرتك الدكتورة شهام مراد؟ ايوه. الورد ده عشان حضرتك. انا ورد؟ كل الورد ده كله. مين اللي بعته؟ اتفضلي حضرتك. شكرا. اتفضلي يا فندم. ايه ده؟ ميه يا فندم، في حاجه؟ هات لي ميه من الحنفيه. تحت امرك. اتفضلي يا ورجعنا لكم تاني ولسه بنتكلم في الحب وعندي رسائل كتير. رساله جات لي اكتر من مره، مرجان بيحب جيهان. خلونا نسمع تملي معاك لعمرو دياب ونرجع لكم تاني. انت عايز مني ايه يا مرجان؟ عايزك. انت قلت لي الكلام ده قبل كده وقلت لك لا. انا فيا ايه مش عاجبك؟ ايه العيب اللي فيا؟ عيبك انك انسان فاشل وفاسد، واللي يرشي الدنيا كلها لا يمكن احترمه. انا ما برشيش حد، انا حاسس بالناس. انتوا هنا مش حاسين باي حاجه. الراجل موظف الغلبان اللي بياخده 300 400 جنيه في الشهر هيعيش ازاي؟ اكل، شرب، مصاريف علاج، مصاريف مدارس، وبلاوي زرقاء تانيه كتير. هيعيش منين؟ ما هو يا اما يسرق يا اما يشحت يا اما ينتحر. والحكومه عارفه ده كويس. اوعي تقولي لي ان الحكومه بتدي لي المرتب ده ومش عارفه هو عايش منين. انا منحاز لاصحاب الدخول المحدوده يا دكتوره. دي طبعا هنا تقبضي بالدولار وجايز يكون عندك دخل ثابت، بس انا بفهمك الدنيا ماشيه ازاي وبعلمك الحياه. مش كل حاجه هتقدر تشتريها يا مرجان. لا 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 لا، انا اقدر اشتري اي حاجه، انا موهوب في الحكايه دي. انت مش جبت امتياز في الثلاث مواد؟ الحمد لله الحمد لله، دم جهدنا وربنا وفقنا ومن جد وجد. وريني بقى هتعمل ايه في امتحان الماده بتاعت الاسبوع الجاي. عملت ايه؟ سعادتك ما عرفتش اجيب اسئله الامتحان. يعني ايه ما عرفتش تجيب اسئله الامتحان؟ امتحان تلمه في الجامعه بتاعتنا مش عارفين نجيبه؟ ده احنا بنجيب امتحان الثانوي العام حبايبنا كل سنه. سعادتك دكتوره جيهان حطاه على سي دي وفي شنطتها ومحدش عارف يشوفه. طب هنعمل ايه دلوقتي؟ هو في حل سعادتك، بس انا مكسوف اقوله. يعني ايه هو؟ ان سعادتك تذاكر وامرنا لله. اذاكر؟ انت عبيط يا حسن الهنداوي؟ اذاكر ده ايه؟ هو انا في دماغي الحاجات دي؟ يبقى مفيش سعادتك بقى غير حل واحد. حل ايه؟ ايه ده؟ دي ملخصات عصاره مجهود طالب شاطر قوي من انجب الطلاب في الجامعه. كنت برشامة حسن. استغفر الله. بتكتبش ليه؟ لا اصل انا احب افكر الاول وبعدين اكتب. يعني هما خمس دقايق وهتلاقي الورقه دي ان شاء الله مليانه على الاخر باذن الله. ان شاء الله. شد حيلك. ربنا كريم، كله على الله. Thank you.
برشام؟ لا ده حجاب كانت أم الله يرحمها عاملهولي لما كان عند الحصبة. فين أمن الكلية؟ الأستاذ مرجان بيغش مع برشام. الأستاذ مرجان غشاش. انتوا هتفرجوا عليه؟ خدوه على مكتب العميد. اتفضل انت بتحاول تحقيق. قوم بيوتيكم. يلا كل واحد يبص فراقه. اتفضل. نعم جايين تشمتوا فيا، جايين تدوني درس في الاخلاق. خالص يا بابا احنا مش جايين نشمت فيك، بالعكس احنا جايين عشان نساعدك. انا مش عاجز، مش محتاج مساعده من حد. انا لو عايز انجح انجح بصباع رجلي، انا اللي مش في دماغي. لا لازم تنجح يا بابا، مش عشانك انت بس، عشان احنا كمان. وبعدين يا بابا احنا مش هنسيبك، احنا هنذاكر لك وهنرجع لك. اسمع عادي انت وهي، انا لا هذاكر ولا هدخل امتحانات، وانا الحق عليا اللي سمعت كلامكم الاول. اتنقلوا انتوا افلحوا بس. يا بابا احنا مش عاوزين منك اي حاجه، احنا كل اللي عايزينه ان ابونا يبقى راجل محترم. يعني يا بابا احنا ما يهمناش انك تكون ملياردير او اهم رجل اعمال في الدنيا كلها، قد ما يهمنا انك تكون راضي عن اللي انت بتعمله. انا راضي عن نفسي كويس ومقتنع جدا باللي انا بعمله. يعني يرضيك تقل علينا ان ابونا راجل غشاش؟ اخرس يا ده انت. لا يا بابا مش هيخرس، وبصراحه بقى بالمنظر ده احنا ما يشرفناش انك تبقى ابونا. عندها صدمة عصبية وحالتها مش مطمئنة، الدكتور بيقول انها فقدت النطق. يعني ايه يا دكتور؟ بابا عليها لو جرالها اي حاجة هيبقى انت السبب. انا هنقلها من هنا، هوديها اكبر مستشفى في اوروبا. تفتكر هو ده الحل يا استاذ مرجان؟ البنت لازم تخف باي تمن. هترشي مين بقى المرة دي عشان بنتك تخف؟ بنتك بين ايدين ربنا، هتقدر ترشي ربنا؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أيوة حسن، اطعم لي 650 مسكين حسن، وزع بطاطين، وطلع لي 20 واحد السنة دي للحج. لا بلاش بالعبارة لا يغرقوا حسن، خليها بري أحسن. ماشي. أنا آسف عليها، أنا آسف يا بنتي، أنا عمري في حياتي ما مديت إيدي عليكي، أنا ما حبيتش حد في الدنيا غيرك أنت وأخوكي، ماليش في الدنيا غيركم أنتوا الاتنين، الشغل وأنتوا، فلوس الدنيا كلها ما تسويش الإحساس اللي أنا حاسه دلوقتي، إن أنا أكلمك وانت ما ترديش عليا. يا رب كانت ايدي اتقطعت قبل ما تتمد عليك. بس انت كمان جرحتيني عليها. انا ما شرفكيش ان انا اكون ابوكي، بس انا مسامحك وهشرفك. لسه في دون نوفمبر ان شاء الله هذاكر وهنجح وهشرفك. كنت فين وانا فين جيتلي منين، والايام دي كانت غايبه عني فين،
كنت فين وانا فين جيت منين والايام دي كانت غايبه عني فين نظره عين فايت القلب وفي جرحين من حلاوته قلت يا ريت كان لي قلبين انا قلت نقعد في الفيشاوي عشان دي احسن حته بحب اجي اقعد فيها والله يا مرقص يا اخويا قعدتنا احنا الاثنين على البرش كانت من امتع الاوقات اللي قضيتها في حياتي لا 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 ربنا ما يقعدها يا شيخ حسن ده كان كابوس احنا جايين نحتفل بخروجكم بالسلامه قفلوا على الموضوع ده بقى جرجس حبيب قلبي ازيك يا راجل عامل ايه انت وحشني جدا شوف الموضوع ده شوف ده ده مين؟ ده جرجس مين حضرتك؟ ايه يا جرجس؟ انت مش عايز تكلمني؟ انت بتلف وشك الناحية التانية؟ اما جرجس مين؟ ده مش جرجس قلنا لك ايه يا جرجس؟ ما قالك مش جرجس ازاي بس؟ اما هي كده عايزة تبقى جرجس بالعافية؟ اما هي دي الأخرى فيها انفصال؟ اتفضل مع السلامة هو جرجس يلا بقى اتفضل امشي من هنا حاجة عجيبة ناس بقت غريبة واحد من دول يبقى ماشي في الشارع يشوف حد يتهاله للشبه واحد يعرفه روح رايح جري عليه بالحضن والبوس وازاي شوقي وازاي خليل وازاي ابراهيم وازاي شوقي السكري وازاي ابراهيم الفجاري وازاي بدأ طول النهار ما يسيبوش بتحصل كتير انا حصلت لي مره كنت ماشي بامان الله لقيت واحد راح جاي واخدني بالحضن عرقان وريحته منيله بستين نيله ازيك وازاي الاخبار وازاي السكري وازاي برضه سكري ما تفهمش ليه ايه حكايه السكري ده وازاي مش عارف مين وازاي مين وريحته منيله بنيله اقول له يا عم مش انا مش هو اللي انت عايزه بولس 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 حبيبي بولس مين انا مش بولس يا. انا مش اهو كنت لسه بقول ازيك اخ بولس انا مش بولس يا حضرتك الله مش هو الاخ بولس برضه انا مخصمه مخصمه ليه ظروف بقى ازيك يا اخ بولس يا ابني قلت لك انا مش بولس الله انا مش بولس هو بالعافيه انا مش بولس مش بولس هو بولس وبين التاني جرجس لا 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 ثلاثة بالله العلي العظيم انا ربنا سبحانه وتعالى بيحبني شيخ حسن تعال يا شيخ بلال حبيبي تعال في حضن يا شيخ بلال حبيبي حبيبي يا شيخ حسن ازيك يا شيخ بلال بلاش من كلام يا راجل سيب بالك كده وتمشي من غير لا سلام ولا كلام ازيك يا شيخ بلال يا اهلا وسهلا بيك ازيك يا ابو عماد اهلا يا شيخ بلال والله العظيم يا شيخ حسن من يوم ما سبت البلد وزي ما تقول كده الرزق انقطع منها والناس ماشيه على وشوشها كآبه قلت انا ازور سيدنا الحسين وادعي ربنا سبحانه وتعالى ان يعطرني فيك يا شيخ حسن وهي بركات الحسين حاصله انا هسيبك يا شيخ حسن 5 دقايق مع الراجل الطيب ده على فين؟ هروح ازور واحد حبيبي ما شفتوش من زمان وحشني يعني. يبقى مين الراجل الطيب ده؟ ده أخي وصديقي وحبيبي مرقص عبد الشهيد مرقص أيوه مرقص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا سبحان الله شفتي يا ابو اسلام شفتي الشيخ حسن كله بركه ازاي خلى مرقص المسيحي يدخل مقام سيدنا حسين ويقرا فاتحه شفتي جبروته شفتي قوته اهي شايف يا عم ويليام شايفين كلكم شايف يا بابا عشان تبقوا تصدقني عشان تبقوا تصدقوني كلكم انا ما بفتريش على حد اهم رايحين جايين مع بعض وبنتصلى كلنا عيب يا هاني ما حدش يقول كلمه على الاستاذ حسن وابنه دول ناس فوق مستوى الشبهات الراجل اللي اسمه حسن العطار ده يطلع من العمارة يا ويليام ده وش الفساد يا اخوان انا ما اقدرش الراجل ده جمايله مغرقاني ترميله عفشه ويطلع من العمارة هو مين ده اللي ترميله عفشه وتطرده بره العمارة يا جورج خليك في حالك يا شيخ مصطفى اخليني في حالي ازاي انا مش معاكم هنا في الشارع اللي هيقرب من الشيخ حسن هقطع خبره انتوا فاكرين ايه اشتريتونا الشيخ حسن هيفضل في العماره غصب عنكو وعن خلفوكو اتكلم كويس يا عم مصطفى اخرس يا انت لما الكبار يتكلموا العيال تخرس انت راجل مش محترم انا مش محترم يا سافل يعني لا ده تعالى ما يصحش اهم قم اهم قم قدامكم جايين مع بعض يا اخوانا يعني متفقين
الشارع مولع وهم خارجين يصهروا مع بعض. لم عجالك وامشي من هنا يا استاذ حسن. انت بتكلمني بصفتك ايه يا جورج؟ انا مش ساكن عندك. اهدى يا جورج، ما يصحش يا ناس. اطلع يا شيخ حسن، شقتك والراجل منهم يتعرض لك. هو في ايه يا اخوانا؟ ايه اللي حصل؟ ما تسال بنتك يا عم مرقص. مالها بنتي يا هاني؟ مالها بنتك؟ ترفض ابني اللي تقدم لها وتروح تحب واحد مسلم؟ اخلص، انت بتشيل بنتي انا؟ نزل ايدك يا جماعه، ما يصحش كده. الله يسلمك. شكرين يا دكتور. الولد كان حيروح مننا، نزف كتير وفصيلة دمه كانت نادرة. لولا ربنا بعت لنا الأستاذ مرقص وطلعت فصيلة دمه نفس الفصيلة. يا مرقص يا أخويا، جميلك ده هيفضل في رقبتي طول عمري. عماد ابني يا شيخ حسن. وحنفضل متشحططين كده على طول يا بولس؟ مفيش فايدة يا ماتيلدا. بعد اللي حصل ده ملناش عاد هنا. احنا نشكر ربنا ان انقذ ابننا من الموت. انا اللي صعبان عليا الراجل الطيب مرقص، ذنبه ايه؟ هو ينقذ ابننا واحنا نكون السبب في تشويه سمعه بنته. وام مريم هتوحشني قوي، انا حبيتها زي ما تكون اختي شقيقتي بالظبط. جورج الجوهرجي وابنه هما السبب، هما اللي ولعوا الخناقه وكبروا المشكله. يعني خلاص هنمشي ونسيبهم من غير حتى ما نسلم عليهم؟ ماما مدى توحشني قوي والله يا محمود، ما شفت جارة زيها ابدا. كل ده بسبب مصطفى السني بتاع السوبر ماركت. ذنبه ايه الشيخ حسن يا زينب؟ راجل فاضل وطاقي، عايزين يطردوه من الشقه هو وعيلته، وكانوا هيموتوا ابنه الواد اللي حيرته. هنروح على فين يا شيخ حسن؟ والله ما انا عارف يا مرقص. الظاهر ان قدرنا واحد. فضل الله واسع، ربنا لا ينسى عبيده يا شيخ حسن. في الوقعه اللي احنا فيها دي؟ كلمت يا زينب ما بيردش عليا. مالك يا عبيد؟ انا بعيش اسعد لحظات حياتي. بتعيش اسعد لحظات حياتك ازاي يعني؟ عشان سيبنا جنيت بنت وليام شحات. فرغت يا عم حسن. كلمت عيل سمسار صاحبي، شاف شقه اول داير محرم باوضتين وصاله ب 1500 جنيه في الشهر. طب واحنا يا بدوي ما قلت لنا شقه؟ يا عم مرقص اقعدوا مع بعضيكم اليومين دول لحد ما نشوف لك حاجه تانيه. ده احنا ما صدقنا عطرنا على دي. يلا بقى دوقوا الملوخيه بتاعتي
وما دام احنا في اسكندريه انا عاملها لكم بالجمبري. ملوخيه ام مريم على ما مسجله. لا واحنا هنسكت لكم، انزلوا لهم بالباميه بتاعتنا ام عماد. ايه الباميه اهي؟ انا امي ما بترحمش في الباميه، ما بتعرفش ابوها. لا بقى معلش، ما فيش زي ملوخيه ماما. ما هو الملوخيه دي هي اللي جوزتني ام مريم. اصل ابوها كان عازمني على الغدا، اول ما لبست كده حطيت لقمه كده في الطبق ودقته، قلت له الله مين اللي عمل الملوخيه العبقريه دي؟ قال لي بنتي. قلت له بنتك؟ خلاص نعمل كابانيوت. اعملوا كابانيوت، اعملوا كابانيوت بعد الملوخيه كابانيوت. اضحك عليه، انت شفت حاجة؟ اصل شفته قبل كده. الفيلم ده كله ما بشوفه بموت على رحمي. مش معقول الراجل ده عجيب، تشوفه تضحك على طول من غير ما يتكلم. نجيب الريحاني كان بيكتب له كاتب كبير وعظيم اسمه بديع خيري. ده مسيحي؟ ده اللي كان فاكره الريحاني. بديع خيري امه توفت، فالريحاني راح يعزيه، لا قران وصوان وناس بتعزيه. قال له ايه ده بديع، هو انت مسلم؟ قال له اه. قال له طب ما قلتليش ليه؟ قال له ما انت ما سالتنيش. انا بحبك يا مريم، بحبك قوي. ايه اطمن؟ هو انت رفضت يعني جورج عشاني؟ لا هو مش بس عشانك، اصل انا ما ينفعش اتجوزه مع انه احسن مني ماديا. انت ما فيش حد في الدنيا دي كلها احسن مني. عماد انا عايزه اقول لك على حاجه. ده انا اللي فيه حاجه مهمه لازم اقول لك عليها وهتفرحي قوي لما تعرفيها. انا ما اسميش عماد، انا اسمي جرجس. انا مسيحي زي كماري. يا مريم فيه يا مصيبة، ده حرام. أنا اسمي فاطمة، أنا مسلمة، مسلمة. اسمع يا بولس، احنا لا يمكن نبات في البيت ده ليله واحده مع الناس دول. كل يا ماتيلدا. لا تاكلي يا زينة. مش قادره انا، خلاص خلاص مش طايقه، مش طايقه اعيش في البيت ده. لازم تشوف لنا شقه تانية بسرعه. الناس دول احنا ما شفناش منهم اي حاجه وحشه، احنا عشنا مع بعض اجمل ايام حياتنا، قلبنا على بعض ليه؟ راحت فين المحبة اللي كانت جواكم؟ ايه اللي حصل؟ الأسامي اتغيرت تقوم القلوب كمان تتغير. احنا ملناش ذنب في اللي حصل. وهم كمان ملهمش ذنب. ذنبهم انهم خبوا علينا وما قالولناش الحقيقة. احنا كمان خبينا عليهم وما قلناش برضو الحقيقة. فين الأمان؟ فين الأمان اللي موجود في البلد؟ إذا كنت أنا مش مآمن لا على بيتي ولا على عرضي ولا على فلوسي، دول بيقولوا إن نسائنا وأموالنا غنيمة ليهم. أيها المسلمون،
الحقيقه انهم بيكرهونا. انت لسه صغير ما تعرفش حاجه. لا يا ماما، انت اول مره ما تبقيش صح. الناس دول احنا حبيناهم وهم كمان حبونا. حبونا علشان كانوا فاكريننا مسلمين زيهم. دول كانوا فاكريننا مسيحيين زيهم، وهم عارفوا اننا مسلمين. الوش التاني ظهر. اسكتي اسكتي بقى، عشان انا عارفه انت بتقولي كده ليه. كان يوم اسود يوم ما شفناهم. الرب قال: من لطمك على خدك الايمن حول له الايسر. بس مش وانت ضعيف، وانت قوي. ولازم توريني انت ممكن ترد عليه. اكسر ايديه الاول وبعدين تديه خدك الايسر. لا تجعلوا اولادكم يصادقون أولادهم أو يلعبون معهم أو يأكلون معهم، فهذا حرام حرام حرام. إذا كان لك جار مسيحي وحل عليه عيده، فمن الحرام أن تذهب إليه وتعيد عليه بعيد لا يعترف به ديننا. الابتسامة في وجوههم حرام. السلام عليهم حرام. كان يوم أخبر يوم ما عرفناهم، كان يوم ما طلعت له الشمس. إحنا لازم نمشي من البيت ده دلوقتي حالاً. يرجس روح هات عربية ترجعنا مصر. أنا هرجع بيتي في العباسية ويجرى اللي يجرى. يلا طب نستنى للصبح يا ماما. لا مفيش للصبح، دلوقتي حالاً روح هات لنا عربيه ننزل مصر واللي يحصل يحصل. جارك الراجل الطيب ده الشيخ حسن. المهم يكون برضاك يا مرقص. ده انا اتمنى الشيخ حسن، وانا هلاقي شريك احسن منك. وانا شرفني يا مرقص. يلا حطوا ايديكم في ايدين بعض، بركه الرب تحل عليكم. ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك. اياك نعبد واياك نستعين. واغفر لنا. يلا جنت يلا جنت. وسع وسع هدومك والزيت يا ست. وسع يا رزق. صباحتك يا قشطه يا رزق. بقول لك ايه يا بدوي، انت سيبني في حالي لحسن انا خربان من ليله امبارح وعميان ومش شايف قدامي. يا راجل ده انت اصحاب المخبز مدلعينك اخر دلع. ده انت طول النهار بتبلبط في العجين. الله الله. طب ليه اللبلبه والنقي ده على الصبح؟ فين الدلع ده؟ يا راجل ده كفايه عليك عمك مرقص، ده انت لو عملت ايش باللازم مش عارف ايدك قبط زي بعض. مرقص؟ اعوذ بالله. طب ايه رايك بقى يا بدوي؟ مرقص كل يوم يمشيني والشيخ حسن يرجعني. لا والله؟
صباح الخير. سيمورس، سلامات يا سيمورس. اهلا يا جورج. يعني لما انت عايز تشارك واحد في المخبز، ما انا كنت قدامك اهو، بدل ما تروح تشارك واحد زي حسن العطار. ماله حسن العطار؟ تضمنه منين؟ تسيب المسيحي ابن دينك ابن معموديتك وتروح تشارك واحد مسلم؟ خليك في حالك يا جورج. انا في حالي، بس انا قلت لك وخلاص، حرص منه يا مروش. شيخ حسن، يا شيخ حسن، يعني ما لقيتش غير مرقص عشان تشاركه ومسيحي؟ شوف حصته اللي دفعها كام واديها له، وانا هخش معاك عشان ربنا يبارك لك في القرش اللي هيجي لك. واحنا بنشتغل في الحرام يا حاج مصطفى؟ احنا بنشتغل في العيش، واحنا فاتحين مخبز بيرة. عموما انت حر، اللهم بلغت اللهم فشل، بس لاجل الامانه حرص منه. انا دماغي هتتفرتك يا بدوي، في حاجه كده مش فاهمها بتحصل قدامي كل يوم. حاجه ايه؟ عم مرقص ده مش عارف اذا كان مسيحي ولا مسلم. انتهى بالياض، اسمه مرقص هيبقى ايه؟ نيجيري؟ كل يوم بيجي يقرا على العجين، اسمعه بيقرا قران. عم مرقص بيقرا قران؟ لا ده انت استطلت رسمي. عشان هو مضايقك شويه عايز تطلعه مسلم. المصيبه الثانيه الشيخ حسن، ماله راخر طلع يهودي؟ داخل عليه مره لقيته بيرسم الصليب على العجين، اول ما شافني عمل نفسه بيمسح حرقه. لا ده انت حالتك صعبه يا هو رزق، انت لازم تبطل برشام اللي انت بتبلبعه ده. ده انت قال مش قادر تفرق بين الهلال والصليب. سعيد يا مرقص يا اخويا. اهلا يا جورج، اهلا. اتفضل اتفضل. ازيك يا عمو؟ احنا اسفين جدا اذا كنا جينا من غير ميعاد سابق، بس احنا بنعتبر نفسنا اهل. ده بيتك يا جورج، ليه التعب ده؟ اتفضل اتفضل. احنا ما باركناش ليك على المخبز، احنا مقصرين في حقك يا مرقص. ما تقولش كده يا جورج. ازيك يا هاني؟ ازيك يا عمو؟ ما شاء الله، عايزين نفرح بهاني بقى يا عم جورج. ده احنا جايين النهارده عشان نفرح بيه يا مرقص. يا عم مرقص، انا يسعدني ويشرفني ان انا اطلب ايد الانسه مريم بنت حضرتك. انت بتقول ايه؟ بنتي انا؟ ما انا عارف انها لسه ما خلصتش جامعه. احنا هنعمل جبنيوت بس، بعد كده هاني هيستناها لغايه ما تخلص دراستها. جبنيوت مين؟ ما تهدى يا مرقص، قلنا جبنيوت بس. الولاد يلبسوا الدبل لبعض والبنت تاخد شبكتها، بعد كده باسبوعين هنعمل نص اجليل، وبعد كده هاني بقى يستناها على مهلها لغايه ما تخلص الجامعه بتاعتها، وبعد كده نعمل اجليل. ولا نص ولا ربع ولا جبنيوت، انا بنتي مش هتتجوز دلوقتي خالص. انت بتعمل كده ليه يا مرقص؟ ابني هاني ايه اللي عيبه؟ ما ينفعش ما ينفعش يا جورج، اللي في دماغه ده تشيلوه خالص. يا جماعه في ايه؟ بتزعقوا كده ليه؟ صوتكم جايب اخر الشارع. تعال احضرنا يا شيخ حسن، الاستاذ هاني جاي يتجوز بنتي، بنتي انا. وفيها ايه يا مرقص؟ احنا جبناك من باب يا راجل. خلاص يا مرقص، اذا كنت عايز البنت تكمل تعليمها ما تعمل جبنيوت. ده هيقول لي جبنيوت برضو. انا مش عارف هو بيعمل كده ليه. خلاص يا جورج، سيب الموضوع ده عليا انا، مرقص اصله اعصابه تعبانه شويه، مشاكل المخبز ما بتخلص. متشكرين يا سي مرقص، متشكرين قوي. يلا هاني يا ابني يلا بينا. هتاخد ايه معاك؟ ايه خد. هو الراجل قال هيتجوزها، ده هيعمل جبنيوت. جبنيوت ايه بس يا شيخ حسن؟ انا مش فاهم ايه اللي مضايقك من الجبنيوت يا مرقص. انا عمري ما شفت حد زي ده في الدنيا. انا بشكر الله ان موضوع زي ده ما تمش، كل هنناسب راجل زي ده ازاي؟ انا عارف هو عامل كده ليه يا بابا. العروسه مشغوله، في حد مالي دماغها. لو كان في حد تاني كان ابوها قال، انما ده رفض من الباب للطاق. ما هو ما يقدرش يقول. ما يقدرش يقول ليه؟ علشان اللي مالي دماغها يبقى عماد ابن الشيخ حسن. عماد ابن الشيخ حسن دي مسيحيه وده مسلم، انت اتكلمت. وعم مرقص لما حب يشارك شارك مين؟
مش شارك الشيخ حسن وفضلوا عليك انت يا بابا؟ الكلام اللي انت بتقوله ده خطير يا هاني، ما تولعش الدنيا. ماشي، بس الايام هتثبت لك ان انا صح. يلا يا جرجس يلا. انا جاهز اهو يا بابا. عاوز اجي معاكم القداس. خليك انت بتهدى، هنصلي لك انا وجرجس. مش قادر اسمع الاذان وانا قاعد هنا يا زينب. وصلي هنا في البيت وربنا يتقبل صلاتك يا محمود. بس صلاه الجامعه وحشتني، وبالذات صلاه الفجر. اوعى حد يشوفك يا بولس، ربنا يحافظ عليك. اوعى حد يشوفك وانت داخل الجامع. ربنا هو المعين يا زينب. صباح الخير يا مرقص. ازيك يا شيخ حسن؟ على فين العزم بدري كده؟ رايح اصلي. واحنا كمان رايحين نصلي. طب اتفضل. اتفضل حضرتك. اتفضل. اتفضل. هو انت هتصلي الفجر فين يا شيخ حسن؟ في الجامع. ايوه، في انهي جامع؟ معرفش، اصل انا لسه جديد في المنطقه الحقيقه. ما تعرفش هنا الجامع فين؟ على الشمال في اخر الشارع ده. صحيح، ده اللي قدام الكنيسه. ايوه. يبقى طريقنا واحد. تفضل يا شيخ حسن. تفضل يا هرس. تفضل. لا والله تفضل يا شيخ حسن. تفضل حضرتك. تفضل يا شيخ حسن. تفضل. تفضل يا شيخ حسن. تفضل حضرتك. تفضل يا حضرتك. تفضل، ما احنا هنشوف بعض. يلا. يلا فين؟ يلا. تفضل يا شيخ حسن. تفضل. 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 تفضل يا مرقص. تفضل. ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اغفر لنا يا رب الحال في كل مكان، يا مالي كل مكان ولا يحويك مكان. قلوبنا المنكسرة والمتواضعة لا ترزلها يا رب، ارحمنا واغفر لنا خطايانا. ليترأف الله علينا ويرحمنا ويظهر وجهه علينا ويباركنا بالصلوات والطلبات التي ترفعها عنا العذراء القديسة مريم. امضوا بسلام. سلام الرب معكم. اللهم ألف بين قلوبنا.
وبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. بقول لك يا شيخ حسن، انا عندي سؤال كده عايز اسالك فيه. اتفضل يا مرقص. افرض انك كنت مسيحي زي كده. نعم. يعني بقول افرض يعني والظروف خلتك تصلي في الجامع، هل ربنا يقبل صلاتك؟ اسمع مرقص، عندكم في الانجيل ايه بتقول اذا اجتمع اثنين او ثلاثه باسمي هناك اكون في وسطهم. يعني الرب في كل حته، الرب جوانا يا مرقص. يا بنتي فيلم جامد جدا، ممكن تسمعي كلامي ونخش من 3 ل 6. انا اتفقت مع احمد ونانسي خلاص. طيب انا خلاص محاضره واجيلي. ماشي، باي باي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذ عماد حسن العطار؟ ايوه. ابن الشيخ حسن العطار. ايوه. ده وقتنا وراك يا شيخ. ايوه. انا عبد النبي طه، مقرر اسره شباب الاسلام. ايوه. انت عارف يا اخي عماد ان انتخابات اتحاد الطلبه الاسبوع اللي جاي. ايوه. واحنا بنكون الكوادر المهمه اللي هتكمل المسيره بتاعتنا بعدنا ان شاء الله. ايوه. احنا عاوزينك معانا. ايوه. وكمان عاوزينك ترشح نفسك من خلالنا في اسره شباب الاسلام. مين بقى المسؤول هنا؟ أنا. طب اعمل لي محضر غلق وشمع لي الفرن ده وهاتوا لي المدير. مين فيكم المدير؟ أنا. يا باشا أنا المدير. أنا اللي مسؤول هنا. يا أخويا ما تتعزموش على بعض قوي كده، دي قضية يعني فيها غرامة وحبس وكل اللي نفسكوا فيه. هاتوهم. اتفضل يا شيخ حسن. اتفضل. لا والله. اتفضل حضرتك، اتفضلوا كلنا. كلنا اتفضلوا مع بعض. الو، وحياتك مختار موجود؟ مختار اللي هو مختار. قوله حسن، حسن حسن العطار. دي مش حياة يا مختار. انا مش حاسه يا اخي ان انا ست متجوزه، كله شغل شغل شغل، يا اما في ماموريه يا اما في اجتماع يا اما في الوزاره. خلاص خلاص يا امينه، واحنا خارجين بناكل مع بعض اهو. مختار انت في واحده تانية في حياتك. واحده تانية ايه؟ وانا ملاحق معاك عشان الحق على واحده تانية في حياتي. وبعدين يا حبيبتي يا حياتي يا روح، ما انا موجود معاك اهو قاعدين لوحدنا، قافل التليفون بتاعي وقافل الجهاز ومفيش مخلوق في الدنيا يعرف انا فين. يا مختار باشا، 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 تليفون عشانك يا باشا. انا مش قلت لك اني مش موجود؟ مين؟ انا ما اعرفش مين سعادتك، مره يبقى اسمه حسن ومره يبقى اسمه بورس، اللي تشوفه سعادتك. هي بقى اسمها بورس دلوقتي يا مختار؟ امينه ارجوكي ما تفهمينيش غلط، اهدي. الو. ايوه يا اخ بورس. احنا في البوكس يا باشا وطالعين على اسم رود الفرج. انا عارف يعني سيادتك مشاغلك كتير وربنا يكون في العون، بس يا ريت سيادتك يعني كلمه كده للاسم يخرجونا. لا 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 ما تقلقش، انا هكلمه، الموضوع هيخلص. الموضوع اللي هيخلص هو موضوعنا احنا يا مختار. انا لا يمكن استنى معاك دقيقه واحده بعد كده. امينه استني بس، استني. الو، مين عايزه؟ قول له مرقص، مرقص عبد الشهيد هو عارفني. يا امينه اسمعيني، اسمعيني يا امينه، انت مش فاهمه حاجه، سيبيني افهمك. يا مختار باشا، يا مختار باشا، يا مختار باشا. في ايه يا زفت؟ تليفون تاني عشانك يا باشا، بس المرة دي اسمه مرقص، بس بيقول لي اقول لك ان اسمه محمود. كمان محمود؟ امينة، امينة استني بس. ايوه يا استاذ مرقص، قول له الاستاذ محمود يقول له الاستاذ بولس ان الباشا مش فاضي دلوقتي، واتصرفوا انتوا مع بعض.
خد الاثنين دول على الحجز عشان بكره هيتعرضوا على النيابه. تحت امر سعادتك يا باشا، تحت امر سعادتك. يلا يا اخوانا اهو قدامي على الحجز. ما تيلا يا حبيبي انت اهو. بس بجد فيلم يجنن. فيلم بس هو اللي جنن. ايه ده ايه ده، انت قصدك ايه؟ قصدي يعني هو حرام علينا وحلال عليك انت يا عم عماد ولا ايه؟ انت قصدك ايه؟ مريم. مالها مريم؟ هي مش برضه مسيحيه ولا ايه؟ اه مسيحيه، بس الموضوع هنا يا احمد يا عم انت هتقعد تبسبس لي خلاص يا حاج، مبروك عليك. لا يا احمد، لا يا احمد، الموضوع هنا مختلف. يعني هي نانسي و انت عاوز ايه بقى؟ يلا بينا يا عم. كفايه بقى يا اخير انت وهو. ايه فرقة مزيكا؟ فرقتوا دماغنا؟ مش عارفين ننام، مش عارفين ننام. انا ما حسيتش بنفسي. انا بكلمك لقيتك وقعت مني. انا حلمت حلم غريب قوي يا شيخ حسن. خير؟ ببص على روحي في المرايه لقيت واحد تاني غيري، مش انا، واحد غريب عليا، وكل اللي حواليا ما عرفونيش ولا انا عرفت نفسي. غريب يا مولوس، انا حلمت نفس الحلم. الظاهر بيوزعوا حلم واحد على كل المساجين اللي هنا. ده هو مش انا. حسن ومولوس، حضرة الضابط عاوزكم. بس ما تعمليش نفسك كده، دي حاجه بسيطه. بعدين بقى هيكوا عياط، قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. الله، هو مش عندكم في القران الكريم بيقولوا كده برضه؟ ربنا يقوي ايمانك يا بص. ايوه يا فندم، امورنا يا ست اللواء. اوامرك يا باشا. حسن ومرقص. حاضر يا فندم. فمن لا حسن ومرقص افراج.